بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة طبعا بحيي كل السادة طبعا الأساتذة والزملاء الأعزاء اللي موجود معنا اللي موجودين معنا على هذا الزوم الخاص جدا جدا جدا، لأنه طبعا المتحدث معنا النهاردة أستاذة كلنا بنعتز بها وبنقدرها، وطبعا بتمثل مدرسة عريقة جدا في الطب اللي هي مدرسة جامعة عين شمس، اللي أنا طبعا بعتز بكل الأساتذة اللي موجودين في عين شمس، وخاصة اللي معنا في الويبينار النهاردة دكتور هشام السيد ودكتور مجد الشرقاوي وطبعا ودكتورة إيمان المتحدث معنا. الصورة دي صورة جميلة جدا، الدكتورة إيمان حطها على الفيس عندها الصفحة بتاعتها، لقيتها صورة فعلا جميلة جدا وهي من مؤتمر قديم، وطبعا الدكتورة إيمان لها نشاط كبير جدا، وأنا ناقشت معها رسالة ماجستير قبل كده في الـ HCV، وطبعا عين شمس سباقة في عمل داتا ريجستر بشكل فعلا فيري سمارت، بحيث الرسائل الماجستير كلها خدمت المجتمع في الداتا بتاع الدياليسيس، وده احد المؤتمرات اعتقد ديت كانت في امريكا مش 2015 في امريكا في الساتل جميل جدا، وطبعا الداتا موجوده، وكان معاه الدكتور مجدي كمان اهوت والدكتور هشام معانا على برضه للزوم، يعني الثلاثه الواحد بيعتز بهم طبعا كلهم. انا طبعا كانت البوابه دكتور مجدي اتعرفت عليه من بدري، ثم عرفني بالافاضل كلهم واحد ورا واحد، وكلهم فعلا يعني ناس عظماء جدا، ومعهم الدكتور طارق اللي هو طبعا برضو ابن من مدرسه عين شمس وعزيز جدا، انا مش عارف هو معايا ولا لا، ما كانش لسه دخل اظن، يعني اتمنى ان هو يلحق بنا، وبرضو اساتذه من عين شمس دكتور اسامه محمود ودكتوره هويده ومدرسه عين شمس كلها موجوده في الصوره ديت، كلها دكتوره ايمان طبعا موجوده في الصوره لانها في قلب عين شمس وفي قلبنا احنا كمان، يعني معنا في الصورة دي من منصورة دكتور سمير وطبعا دكتور طارق والدكتور عبد الباري وناس اخرين، فطبعا وطبعا في القمة دكتور رشاد طبعا ما فيش كلام. دكتورة ايمان جات لنا مركز الكلى من زمان قوي، يعني ديت انا مش عاوز اقول السنين بتجري، ده كانت في المحاضرة من المحاضرات اللي كان بتقولها معنا في الهيموداليس كورس اعتقد من اكتر من 6 سنوات، وده طبعا مع طبعا نخبه من الناس اللي بنعتز بيهم. الدكتور كمال الحمد لله امبارح سمعت صوته وان شاء الله قريبا يبقى معانا على الزوم، فده ده خبر سار جدا، وطبعا الدكتور رئيس الجمعيه استاذنا الدكتور هاني حافظ الدكتور مجدي وكل الناس اللي موجوده في الصوره من زمايل واعزاء. تاني الصوره دي مع الداتا ريجستري تيم الدكتور ايمان بنحتفي بها، ادات عندكم بقى في مقر عين شمس في المؤتمر السنوي مع دكتور مجدي ودكتور علاء صبري، وده صوره برضو دكتوره ايمان فيها مع كل يعني كل الاساتذه العظماء اللي انا بعتز بهم جميعا مدرسه عين شمس. الدكتوره ايمان لها على الفيرتشوال اكاديمي برضو كونتريبيوشن كبير جدا، يعني 17 محاضره واربع فيديوهات بس موجودين، ان شاء الله يبقى ده الفيديو الخامس للدكتوره ايمان، وده امبارح واحنا بنجرب الزوم الدكتوره ايمان دي احدث صوره لها. الموضوع اللي الدكتورة إيمان هتتكلم فيه موضوع أنا شخصيا بهتم بيه جدا جدا وليه قلت فيه فيديوهات كتيرة، وعملنا هنا في المنصورة فيلوشيب للنيوتريشن، وإن شاء الله في إطار الوقت كلية الطب جامعة المنصورة مع جامعة في ألمانيا إن إحنا يبقى فيه شهادة مهارية في النيوتريشن إن جنرال أو دبلومة في النيوتريشن بشكل قوي جدا. الرينال نيوتريشن ده آخر فيديوهين إحنا قلناهم أن أنا قلتهم وعلاقتها بالسيكي دي بروجريشن كانت الفيديو الاخير ده في ديسمبر 2019. من الاهتمامنا بها ده كانت لجنه اوسكي اورال سيشن في دكتوراه الكلى اللي فاتت، والاسئله في النيوتريشن ازاي بيحصل بروجريشن والسولت والداش هاو تو سكور والكلام ده كله، وكان نموذج الاجابه طبعا كانت من اصعب اللجان لانه ما كانوا متخيلوش انه هيبقى في اورال سيشن بتتكلم عن رينال نيوتريشن. انا متاكد النهارده ان الدكتوره ايمان سرحان استاذه امراض البطنه والكلى بجامعه عين شمس، والدكتور مجدي قال لي ان هي كمان استاذه نيوتريشن وبتدرس منهج النيوتريشن في جامعه عين شمس، ان حلقه النهارده هتبقى حلقه خاصه جدا. وقبل ما الدكتوره ايمان تعمل شير البرزنتيشن طبعا انا كنت قايل للدكتور مجدي انه يتكلم عنها كلمه، وبعدين بدام الدكتور هشام معانا برضه هيقول كلمه عن الدكتوره ايمان. اتفضل دكتور مجدي. انا عامل ميوت للدكتور مجدي. ميوت. اتفضل يا دكتور مجدي. طبعا بشكرك يا دكتور حسين على التقدمه الجميله جدا، وانا يشرفني اني اقدم اختي وزميلتي واستاذتي الدكتوره ايمان سرحان
إيمان طبعا كلنا عارفين أستاذ من عتاولة أساتذة الكلى في طب عين شمس، هي دلوقتي رئيس قسم الكلى في عين شمس تخصصي. والدكتورة إيمان كانت ماسكة الدياليسيز يونت بتاعتنا لمدة طويلة مع الدكتورة هوايد الشناوي. والدكتورة إيمان بتدرس فعلا في النيوتريشن، هي جزء من الفيلد اوف نيوتريشن مش بس في الكلى لكن في البطنة كمان. وطبعا بما اني عين شمس فانا اشرفت ونقشت وذاكرت معها كتير جدا في الكلى. واعتقد من اهم انجازات الدكتورة إيمان الريسيرش الميجور اللي اتعمل على الهيباتايتس سي ان ايجيبت، وكان بيشمل 23,000 مريض، وغيرت هي رؤيه العالم كله لمصر في الهيباتايتس سي. وهي برضو من احد اهم خبراء مصر في الهيباتايتس سي، ومش هزود على كده. والدكتور هشام بقى يكمل. دكتور هشام اتفضل. ازيك يا دكتور حسين، ازي حضرتك؟ يا رب ربنا يخليك لعين شمسه دايما كده، يعني بصراحه بتندح فينا، وده يعني ده شرف لينا ان جامعه عريقه زي جامعه المنصوره يبقى فيها مدح لينا كده واساتذه عين شمس، ربنا يخليك. طبعا الدكتوره ايمان، دكتوره ايمان مش عايزه تعريف، هي زميله كفاح طويل، زميله دفعه، رغم انها اصغر مني ب 10 سنين، بس هي سابقه عصرها وكانت بتنجح بسرعه يعني. لكن هي احنا ابتدينا دياليسيز مع بعض من 30 سنه وماشيين سوا واحده واحده كده مع بعض. دكتورة إيمان طبعا من الشخصيات العلمية الأكاديمية البحتة، علاوة أن ربنا يديها الصحة، هي دايما الدينامو بتاع وحدة الكلى عندنا في جامعة عين شمس، سباقة دايما في كل حاجة وليها خبرات طويلة وعريضة. وأكيد النهاردة كلنا هنستفيد بالمحاضرة بتاعتها، وأهم حاجة أن احنا نشوفها دايما في صحة وسعادة إن شاء الله. يا رب يا رب. دكتور طارق تنطوي صورته قدام اهي، برضه ما نبداش الا ما نديله فرصه يتكلم، لان هو برضه من ابناء عين شمس. وطبعا في الدكتور ياسر عبد الحميد والدكتور علي طه، وفي حبايب كتيره للدكتور ايمان موجودين على الويبينار. انا قصدت ان يبقى في مقدمه في الاول، لان احنا النهارده ده عيد بالنسبه لنا، رجوع الدكتور ايمان لعالم التدريس بعد اجازه اجباريه لمده اسابيع. فالحمد لله على السلامه. دكتور طارق اتفضل. السلام عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، والف حمد لله على السلامه الدكتوره ايمان، طبعا اختنا العزيزه الغاليه، ومش عارفين كل شيء عنك كويس، ومتوقعين محاضره كويسه النهارده اكيد عن الكلينيكال نيوتريشن بما تمثل من اهميه قصوى في مجال الخبره العمليه اللي موجوده اللي احنا بنشتغلها. والف مليون حمد لله على السلامه، وسعداء بالصحبه الجميله الطيبه. وبشكرك برضه يا دكتور حسين انك انت عامل المجهود الكبير ده وبتلم الحبايب، وما حسناش بحظر خالص معاك. ما انا برضو عشان ادي فرصه ياسر عبد الحميد من القصر العيني برضو، عشان ما يبقاش المنصوره، لان احنا ممكن نكون متحيزين لان بنحب عين شمس، فالقصر العيني كمان اهوت عامله زي الاهلي والزمالك. السلام عليكم. لا انا متحيز معاك يا دكتور حسين، احنا متحيزين، احنا كلنا مع عين شمس. ما تقلقش، انا صار دكتور عين محاضره جميله جدا ان شاء الله. ده شيء اكيد، وريان نيوتريشن ده مش يعني برانش مش اي حد هيتكلم فيه. انا متوقع المحاضره يعني هتكون كلها دسمه وحاجات جميله. برحب بالزملاء الافاضل والاخوه الاعزاء، دكتور مجدي الشرقاوي، دكتور هشام، دكتور طارق، ومتشكرين قوي دكتور حسين على مجهود حضرتك المستمر. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا باشا. عشان بس من يعني انا لازم برضو ادي فرصه للدكتور علي طه من الجنوب. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا دكتور علي معانا. دكتور علي مرحبا بيك. اهلا دكتور حسين، واحنا اهلا، وانا سعيد حقيقه بالمجهود اللي بتعمله، سعيد باللقاء، وبشوف كل الزملاء كان احنا فعلا على لايف، وان شاء الله باذن الله نسعد بكم جميعا. ودكتور ايمان لها في القلب معزة خاصة عين شمس، وإحنا ماسكة خصوصا حاليا بعض الفلاتر وبتوزع علينا الفلاتر في الوحدات، فدي حاجة كويسة خالص، وإن شاء الله تكون محاضرة قيمة. سعيد بوجودكم كلكم معايا، وأنا شايف كل الوجوه الحبايب كلهم. بالتوفيق دكتور حسين إن شاء الله. أنا طبعا بشكركم جميعا، كل الأساتذة والزملاء اللي اتكلمهم. أنا سمحت بهذا الجزء في الأول كأن إحنا في أكتف ميتينج يعني، أو لايف ميتينج، بنشوف بعض، وده جزء من الأهداف العلمية هو التواد والمحبة يعني. كل التحية لكم جميعا، وأسيب بقى المايك للدكتورة إيمان تعمل شير للسلايدز وتبدأ البرزنتيشن بتاعها. وأعتقد لو في أسئلة هنكتبها على الشات، هناخد الأسئلة في الآخر والكومنترز في آخر حاجة بعد الإجابة على الأسئلة المكتوبة على الشات. فضلت دكتورة إيمان اعملي شير للسلايدز.
احنا بنفتح الباور بوينت شير سكرين افتح افتح الشير سكرين الاول مينيمايز السلايدز وبعدين افتحها من الشير سكرين اهي تمام زي ما عملنا امبارح تمام تمام نعمل بقى هتبدا تظهر اعملي بقى الشو بالظبط بدات تظهر عندك زي الفل يا باشا المايك مع حضرتك بقى اتفضل طيب انا طبعا انا يعني انا عجز عن الشكر حقيقي انا يعني على كلماتكم وعجز عن الشكر عن التقديم الاكثر من يعني حاسه ان انا ما استحقهوش حقيقي للدكتور حسين والزمايلي واساتذتي زمايلي في عين شمس طبعا وزمايلي في المنصوره والاستاذ علي طه دكتور علي طه ودكتور ياسر عبد الحميد انا متشكره جدا ليكم للكلمات دي وارجو ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وطبعا شكر خاص للدكتور حسين شعيشه على المجهود الرائع الحقيقي يعني اللي هو بيعمله انا طبعا مقدره ازاي يبقى هو مسؤول عن ساينتفك اكتيفيتي بهذا الحجم على مستوى مصر واعتقد ان كل الفيديوهات دي بتبقى موجوده للتداول يمكن على مستوى العالم كمان بتفيد قطاع كبير جدا من الاطباء الصغيرين طبعا يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى مزيد من التوفيق والنجاح ليك يا دكتور حسين واتمنى ان يكون ده يعني في ميزان حسناتك وتكون صدقه جاريه ليك على طول ان شاء الله فتعليم تنتفع به باذن الله ربنا يبارك في حضرتك نبتدي احنا طبعا النهارده عندنا يمكن محاضره من المحاضرات اللي بتعتبر مهمه انا بعتبرها مهمه للناس اللي بتشتغل في النيوتريشن مهمه للناس اللي بتشتغل في النيفرولوجي دايما بتاع النيوتريشن بتبقى الدنيا بالنسبه له محدوده قوي بالنسبه للنيوتريشن لكن يمكن الباك جراوند بتاع الساينتفك بيزس بتاع الداتا اللي موجوده اللي على اساسها اتعملت الريكومنديشن دي يمكن ما بتبقاش واضحه بالنسبه له فبالتالي انا رايي ان النيفرولوجيست لو هو اخذ الجزء بتاع الكلينيكال نيوتريشن ده ممكن يبقى يضيف اكتر للموضوع نبتدي ونحن طبعا هنبتدي بالمقدمه ان احنا عندنا الكرونيك كيدني ديزيز as we all know we have five stages for chronic kidney disease and end stage renal disease this considered as a tip of iceberg usually we see the patient in the stage we don't see the patient in earlier stage and we need to know how to categorize the patient if, with the stages if end stage renal disease to know which stage is present, either stage one or two or three or four or five. And there is a very easy application in mobile and on computer to calculate rapidly the CKD stages. And the best is CKD ABI creatinine 2009. This equation is a preferred method till now as MDRD underestimate and Cockcroft overestimate and the other CKD API needs cystatine and it's not present as commercial use in Asia. This is the outline of my topics. We'll discuss when we talk about nutrition in kidney disease, we need to assess the nutritional assessment. First, the nutritional assessment. And the second, nutritional dietary management. When we talk to nutritional assessment, I need to diary or dietary assessment and physical assessment and laboratory assessment. The dietary assessment is important because I need to know the patient what type of food you eat. I need to ask about 24-hour dietary recall. And I think you agree with me that this is difficult for our patient as most of them has a memory problem. The second is food diary. So we ask the patient to already write what he eat in 3 to 4 days and then we are evaluated or food frequency questionnaire. A food frequency questionnaire may be reliable in some patients because if patients have hyperkalemia or hyperphosphatemia, so I can ask specifically to a certain type of food which is eaten by the patient and can responsible for this rise. As regards the physical examination, and this is very important, we need to categorize our patient. Is it normally or normal nourished, overweight or underweight? So I need to make the weight and height and calculate the body mass index,
we need to make some body composition, so waist circumference and waist to hip circumference, to assess if there is metabolic syndrome or not. Skin folds measurement, this is important because it detects the fat in patient body. Mid-arm circumference usually measures the muscle. And some sophisticated measures like DXA, and DXA is important to detect the bone for those patients, and now it's valid for diagnosis of osteoporosis in patients with CKD, and this is, I think, after 2017, after the last guidelines by Kiduki. Bioelectric impedance, it's done to assess the water content, and usually it's linked to the mostly research. Laboratory is very important, so we need to assess the serum albumin, and I think recommended to assess every 3 months in our patient. And the albumin below 3.8 gram make a diagnosis for undernutrition. Prealbumin is superior for albumin as regard its short half-life, so it can be measured to assess the nutritional changes over time. If we give some nutritional diet and I need to know the patient is get benefit from it or not, I can measure the prealbumin. Serum ferritin transferrin, we all measured when we do the anemia and iron study, and higher ferritin mean good nutrition. Also serum cholesterol, I think we don't measure routinely in our patient, but serum cholesterol is possibly correlated for the nutrition for the patient. And cholesterol and mortality is a U-shape, and the better survival for cholesterol 220 for patients with end-stage renal disease. Serum creatinine, I think serum creatinine in end-stage renal disease and in dialysis patient is also has a G-shape with mortality. This means that creatinine around 10 milligram per DL is better, is correlated better with the survival of the patient. Don't be freeze that the patient has creatinine 5 and he is underbuilt. This patient have very low survival for on hemodials. Normalized protein nitrogen appearance is usually done to calculate the amount of protein taken by the patient per day, and it's measured by urea in the serum and urea in 24-hour urinary protein, and there is an equation to calculate it, and usually we do it for research, not for routine. As we all know that body mass index has correlation with the mortality in general population. You see this red? Okay, this red, the higher the BMI, the higher the mortality in general population. Look at patient with advanced end-stage renal disease, the higher the BMI, the lower the mortality. It means better survival. And this is one example of reversed epidemiology, which is in advanced kidney disease and on hemodials. So why is this? Because usually the underweight and the normal BMI usually correlated with protein energy malnutrition, which carry a higher mortality. When we do a diet plan for patient, we need to individualize this diet plan. It's not for everything fit all the patient. So I have to measure the estimated GFR. I know the stages of CKD, 1 or 2 or 3 to 5, or on dialysis, the presence or absence of proteinuria, comorbidity like hypertension or diabetes, some laboratory values is important like measuring the phosphorus and potassium and bicarb. When I have CKD 1 to 2, so earlier stage in CKD, I think we have no need to make any dietary recommendation for this patient. They can eat as general population. Don't make restriction in these stages. When we have stage 3 to stage 5D, dialysis. The Kiduki guideline in 2012 recommend a daily protein of 0.8 gram per kg of ideal body weight.
And two-thirds of them need to be of protein of high biological value. They don't recommend a very low protein below 0.6 gram per kg per day. A diet rich in vegetable, this is important. Salt intake, sodium, less than 2 gram per day, which equivalent to 5 gram salt. This is more important in hypertensive patient, retinoric patient, and patient with volume overload. While the other patient, we can give 2.3 gram per day, which equivalent 5.7 gram salt. Potassium, I think, is restricted according to the serum potassium. If it is normal, don't restrict. Calcium, from 1,000 to 1,500 milligram per day, including all supplements you give it to the patient. Phosphorus, 0.8 to 1 gram per day, even if the serum phosphorus is normal. Calorie must be from 30 to 35 kilocalorie per kg per day. In fact, less than 30% of daily energy requirement, and saturated fat must be less than 10%. Dietary fiber must be between 25 to 38 gram per day. This is the KDIQ guideline. If you look to the protein intake, so if the patient stage 3 to 5, no proteinuria, so we give already 0.8 gram per kg of ideal body weight, and two-thirds of them have a protein of high biological value, and they instruct not to go below 0.6. This is important because modest restriction generally well tolerated by the patient and decreasing the metabolic acidosis and does not lead to malnutrition. We go to the evidence for this. Here, the MDRD, which is one of the landmark study in this issue. We have 585 patients followed up for more than 36 months, and they test low protein versus normal protein, so 0.58 to versus 1.3 gram per kg per day. And they found that a very low protein diet did not delay progression to kidney of the kidney failure, but appear to increase the risk of mortality. So this is the first evidence. The second here, there is more than one study. There is a lot of study. And if you see with me, we have usually not significant change in GFR, no significant decrease in GFR, no significant difference between normal and low protein diet. So maybe there is some evidence that a very low protein is not beneficial for this patient. Another meta-analysis done for SARI study, this found that the epidemiological evidence suggests that a patient with reduced kidney function, if take about 0.8 gram per kg per day of ideal body weight, this could limit the kidney function decline without adding non-renal risk. What about adding non-renal risk? This is the mortality. So they found that a very low protein for longer time increasing the mortality. But actually, in 2019, National Kidney Foundation with Academy of Nutrition, they emerge a new guidelines, and they make a new limits for protein. And they start to decrease the protein previously taken by the patient. They recommend diet providing 0.55 to 0.6 protein per gram per day. And they tell that this is reduce the risk of end-stage renal disease and risk. And at the same time, it maintains the quality of life in adult with CKD from 3 to 5. The evidence for this is 13 randomized control trial. They found beneficial effect of protein restriction with odd ratio 0.6. And they found that the compliance is good, quality of life not affected, lipid profile improve, but the protein restriction has no effect on estimated GFR or albumin, an uncertain effect of this protein restriction on serum phosphorus. This is the evidence for them. And also, they recommend to go lower than that by protein 0.28 to 0.43
جرام بروتين بير كي جي ويز سبلمنتد ويز كيتو اسيدز اور كيتو اسيد انالوج. Here the evidence is 14 study. In 14 study they found that they have the newer, they tell two newer study show positive effect of protein restriction with keto acid analog, but the older study unclear effect. The other thing that they found that preservation of kidney function from stage 3 to 5 found only in one study. They claim that they could decrease the serum phosphorus, improve the bone metabolism, no significant effect على nutritional status أو malnutrition أو albumin, not conclusive about the effect of blood pressure, but improve the lipid profile. And they can achieve a good by keto analog plus this protein restriction. Here, the goes one of the evidence for them that keto acid analog supplement in CKD, the current evidence suggests that keto analog supplement to low protein diet is a clinical recommendation for post nutritional and prevention of metabolic management in this patient. They put it in management for this patient, but from their conclusion also, they conclude that the more study or more researches is needed to examine the effectiveness of keto acid, especially in uremic toxin, reflection about the dose and composition of keto acid supplement, the cost effectiveness feature, an indication to reduce the frequency of dialysis needed to this patient is not completed. So I think we need more and more evidence for to go with this treatment. And this is in September 2019, which is after the guidelines already emerged. Here we will discuss thus what is the dose of the keto acid analog for those patients. This is a 12 months follow-up. They found significant mean SMID GFR improved with patient with very low protein plus keto analog. But they use one tablet for each 5 kilogram body weight. So for example, if you have patient 80 kilogram, you need 16 tablet per day. If it is more, we need more. If it is less, you need no less. So a huge amount of tablet is used to just replace the protein in a diet. As we know, only the area of low protein diet is important because it is the benefit for it is decrease the GFR, decrease proteinuria, decrease uremic toxin, decrease oxidative stress, metabolic acidosis, phosphorus, insulin resistance, blood pressure, and so a better uremic control and delay dialysis, but on expense of the risk, which is inadequate calorie, protein loss, protein wasting, and also the outcome and mortality. This is another, I think this is also published in Nutrition in 2019, and they documented that the relation between protein intake and mortality is a U-shape, also U-shape. So if U-shape, so we have level of protein with it increase the mortality, and level of protein high with it also increase the mortality. So they, I think they make around 0.8 gram per kg as a safe area, and you can go to 0.6 gram per kg. Are we in an era of uncertainty in protein requirement in patient? I think more researches and more details is needed to document, because I remember the effort done by Dr. Osama Shahat for establishment is increasing the protein intake for our patient. Otherwise, we see the patient in end-stage renal disease, cachectic, malnourished, and the survival for this patient will be very bad on dialysis. And also, this is my message for all my students for nutrition to increase. Don't go to more decrease in protein, because the patient, I think, have malnutrition, and this is difficult for survival.
So just we will try to make it, this is the evidence, 0.8, and we can go to 0.6, and this is Kiduki 2012, and this is another evidence by lower, but also they document that in a metabolically stable patient, so this patient must be metabolically stable, it must be either good nutrition or overweight, and the very low also they recommended with K2-ACE. Just we will look for this. We have here in other, we have higher cost benefit, because the price for keto acids, the second number of bell per day, the third is still the indication to reduce the frequency of dialysis, I think need to be still evaluated. Still, I think we need more data for this to go with this. But here I think maybe the U-shaped curve of protein intake with mortality maybe make us more limited to 0.8 gram per kg per day, together with less number of tablet and lower cost. And I don't know if you are agree with me for this regimen, not the other. This maybe we will discuss after the lecture. Is any type of meat is important? I think there is some paper about the red meat intake and risk of end-stage renal disease. And they said that substituting one serving means 30 gram, one serving of red meat by other meat like poultry or egg or fish, this will significantly decrease the relative risk of end-stage renal disease. I think with guidelines, they tell that there is no evidence that protein type of protein may affect the CKD progression. So most of people I saw, they tell that doctor tell me don't take red meat at all. And I think this is not, has no evidence of support. Is there some types also of meal? Now we have a keto diet, we have Mediterranean diet, we have DASH diet. So I think the National Kidney Foundation 2019 suggests that adult with CKD, non-dialyzed and post-transplant with or without dyslipidemia can follow Mediterranean diet. This will improve the lipid profile. But I think this cannot be, has no effect on estimated GFR or other things. Usually the common advice for all patients to take a lot of vegetables. And this is important for the patient because vegetable mean decrease the acidosis. The vegetable is alkaline, but most of meats are mainly acidic. So this is the Mediterranean diet. So it contains whole grain, vegetable, fruits, seeds, oil, olive oil, legume. Fish and seafood to be taken twice, and egg or poultry yogurt to be taken daily. Meat and sweets taken a few days a week. They eat in about wine, but I think it's not good for us. But this means that we have to increase the legume. They have to increase the fruits. We have to increase the vegetables. We can take the protein, but in a calculated amount according to the guideline. This is a special types of food. We come to the problem, which the patient asks you, what I can eat, doctor? This is very important. Just we can make one example. So I have 60 years, gentleman, 80 kilogram, 170 centimeter in height. Creatinine is 3 milligram per DL. His serum potassium is 4 milli equivalent per liter. Phosphorus is 3 milligram per DL. And I ask you or ask me to arrange diet management for this patient. I think the most important, I just write brief to be practical. The body mass index, we will calculate it to assess the nutritional state of this patient. So at 27.6, which is overweight. So if overweight, I don't need to readjust or adjust for his ideal body weight for this patient, as I inform you that we have a reversed epidemiology about the body mass index.
سميت جي فار از 22 ملي سو سي كي دي 4 سو وي نيد تو ميك ريستراكشن كالوري فور هيم احنا وي تول كالوري هي از اوفر ويت سو اي كالكوليتد اون 30 بير كي جي 30 باي ملتيبلايد باي 80 سو از 2400 كيلو كالوري بير داي بوتاسيوم نورمال سو اي دونت نيد تو ريستراكت بوتاسيوم فوسفورس نيد تو بي ريستراكتد تو 8800 تو 1000 ميليغرام day and sodium 2.3 gram as he is not hypertensive and not protonuric. How we calculate the 64 gram elemental protein? We all return to what's called renal exchange, and also we need to know the amount. So 1 ounce. 1 ounce means that we have a 28 gram. It's equal to half cup, equal to 2 tablespoons. And we need to look for 3.5 ounce equal 100 gram. And this is need to be make easier communication with your patient. So the tip of the thumb is 1 tablespoon, so 15 gram. The fingertip for the index is 1 teaspoon, so this is the salt. The palm is equal to 3 ounce of meat, this is 100. All the whole thumb is 1 ounce completely, so you can choose this for cheese. And if you have 1 foot, 1 complete foot, it's 1 cup, so it's equal 200 gram. So this is important to simplify the approach with your patient. Then we will return to this, which is a renal exchange for diet planning for renal patient. And this is a very important, I think we need to have just one copy in our clinic, because it's everything here you need to know how much protein it has. So a 100 gram protein doesn't mean that it's 100 gram meat, doesn't mean that 100 gram protein. So here we look for the meat here. 1 ounce, so 30 gram equal only 7 gram protein. So of 100, so I have about 24 gram protein only. 100 gram cheese, 13 gram protein, half cup of milk, 4 gram protein, rice, half cup, 100 gram is about 7 gram protein, vegetable, only 1 serving by 1 gram protein, fruits contain only half, if in each vegetable we have only half a gram protein. And here we come here to the plant protein. Plant protein is very important. And you remember before, when we restrict the patient for protein, we take it to take all his protein of high biological value. So this is before. But later on, they found that the plant protein is good, and plant protein already doesn't increase the metabolic acidosis. So they recommend about 50 to 60% of your intake to be a protein of high biological value and the other from the plant protein. Here, 1 half cup of lentil, that's about 7 gram. Beans, this is already the boiled beans, 7 gram for 100. بتالي 3 معالي أو 3 tablespoon of the beans equal 7 gram. Lubia or lupin, 7 gram also protein. So this we can help the patient to take a lot of protein by different category, either meat or animal protein or plant protein. Just here, please, when I write meat, I mean meat, poultry, fish, egg. So 1 egg equal 7 gram also. So return to this patient and calculate the protein. So 64 gram protein
we have one serving of protein, which is 30 gram equals 7. So if I want to make it by serving, so I will divide it by 7. So I have 8, 9 serving. So I can choose 9 serving. So 3 meal from meat, 100 gram from meat. I take 3. And I can take beans, 1 from it by another serving, and so on. If you calculate for calorie for these proteins from the calorie of the patient, it's equal only 10% of from the total calorie. So I need 30% fat, so it equal about 700 to 720 kilocalorie, equal about 80 gram. So for fat, I divide by 11. So I have 7 serving. 7 معالي زيت زيتون. ممكن أوزعهم على كل حاجة موجودة في الأكل بتاعه. The rest of his calorie will be taken from the carbohydrate. So I need to take about 60%, I think, carbohydrate, which equal about 360 gram, about 24 serving. So each كل ربع رغيف تقريبا موجودة في الستارش. دي هتبقى one serving, وبالتالي ممكن لو خد رغيف, لو خد رز, لو أخد بعض الخضروات هيبقى فيها جزء من الكربوهيدرات, and we can calculate it by returning through the table again. Just we calculate for the protein here. I have 100 gram meat, any meat, either poultry, chicken, fish. It equal 24 gram elemental protein, so 100 gram meat, 1 egg, and prefer to have 2 white egg, with equal 7 gram, because egg yolk contain too much phosphorus. So we usually advise the patient to take 2 white بياض بيضتين أفضل ما ياخد بيضة كاملة. 3 tablespoon of beans, about 7 gram, half cup of milk, about 4 gram. Cheese, it's better to be 30 gram only, to be 4 gram. 3 fruits per day, 1.5 gram. Half cup of rice, 7 gram. And you can take bread, and every 1/4 of bread is 2 gram protein. So we can take about 1 whole bread, and this make 8 gram protein. If you calculate it, we reach about the 64 gram of protein. This is the elemental protein, not the actual food. And this, I think, we can revise it by the table already. Now we are shifting to the hemodialysis patient. Hemodialysis patient, we are not taking 0.8 gram per kg. We need to increase the protein intake for the patient because already there is some protein losses in each dialysis, about 8 to 10 gram on each dialysis session. So 1.2 gram per kg body weight for the patient on hemodialysis, and 1.2 to 1.3 gram of protein per kg per day for the CABG patient. The patient with diabetes, he has another entity, because if we decrease the protein too much in diabetic patient, you can increase the carbohydrate too much, and this will cause deterioration of his glucose control. So they allow to go up to 0.9 gram per kg. And this is the difference between the two guidelines, which is present now as regard the protein intake for both. I think all agree except the protein intake in CKD patient on conservative treatment, because KDP 2019 go to lower percentage. We'll go to another important thing, which is the phosphorus requirement in this in a patient with CKD. It's very difficult. Actually, we have a problem in phosphorus calculation for our patient, and problem of hyperphosphatemia for this patient. The maximum phosphorus need is 0.81 gram per day, even if serum phosphorus concentration is normal, and this is a Kidbuki guideline 2012. In 2019, they just tell that phosphorus restriction needed to maintain normal serum level.
So this is, you can use this, you can go to less or to go to more, but the important thing to keep the serum phosphorus normal. Okay, when we talk about phosphorus, I need to discriminate between the type of phosphorus. I have the organic phosphorus and inorganic phosphorus. The organic phosphorus is present naturally, just in plant or in meat or in any poultry. The bioavailability of this organic phosphorus is from 40 to 60. And from plant, sometimes tell that it's from 20 to 40. So lower phosphorus bioavailability in plant than the meat. So this is the organic phosphorus. But inorganic phosphorus, more than 90% already absorbed. And this is constitute for the food additive, the dietary supplement, and calcium fortification. Take care of food additives, very important, because usually most of factories not mentioned for phosphorus in her nutritional fact. They are not right. Phosphorus is equal number. No, they are not written like this. They are written as a hidden phosphorus. They mentioned as E. What is E? E is phosphorus. So when you check for nutritional label, just maybe you'll check for E. And if you cannot find it, I think it's better to take any processed meat, any processed cheese, don't take it. Because most of the factory make the phosphorus as مكسب للطعم ومكسب للون. وبالتالي every industry add phosphorus for every processed meat or even cheese. Just we look here to know what is the amount of phosphorus in different. So we make the lentils, العدس, only contain 67 milligram phosphorus, while almond contain 485. Milk, white cheese, if one cup, it's 200, so 228. So usually we give the patient half cup of milk. And usually we go lower with cheese to make only 30 gram of cheese to avoid higher phosphorus. Peanut, 380 milligram. This is all for 100 gram. Cheddar, Gouda, Parmesan, all the processed cheese, 600 to 700 per each 100 gram of the cheese. One cup of ice cream, 1,325, which is very huge amount. Fish, suppose that fish with high phosphorus, 345. Shrimp, 165 for 100 gram. Another thing is the pemmican seeds or sunflower seeds, lip, tasel, is 1,144. It's very high. I think you agree with me that I can omit from my patient the pemmican seeds, no need. The cheddar, the gouda, she can take only the white cheese, the only, and he cannot go with ice cream. Also, the Coca-Cola contain a very high, huge amount of phosphorus. So this is the problem for this phosphorus. This means that it is inorganic or organic phosphorus, inorganic phosphorus. So the bioavailability is high and is completely nearly absorbed. We go to the phosphorus pyramid, which is important because the phosphorus pyramid both all food in a pyramid, and they make a very wide base by unrestricted food and make it green. This is egg white, this is oil, this is sugar, this is non-protein product, free protein product, and this is all vegetables. Here, this vegetable, if I have no problem for this patient about the potassium, I can't use it unrestricted. 2 to 3 serving per day, all the bread, ready, macaroni, and rice, all these can be taken 2 to 3 serving per day. Higher, the protein. And we have two types of protein. Protein to phosphorus ratio less than 12 milligram per gram, mean
each gram protein contain less than 12 milligram phosphorus. And this is already for rabbit, for the meat, for chicken, for milk, and some types of fish, because other type of fish I seen that like shrimps and tuna has higher amount of phosphorus. Remember here, this is the organ meat. The organ meat contain higher amount of phosphorus. So the protein to phosphorus ratio more than 12 milligram per gram. Turkey also, and cheese. This is high protein to phosphorus ratio more than 12 milligram per gram. I will come up for this, which is here the nuts. The second is egg yolk. I tell you that patient prefer to take two white of egg and don't take the egg yolk because egg yolk containing higher phosphorus. So this is advised to be only 2 to 3 serving per month, so can take one per week. And this is the processed cheese like Rumi, like Parmesan, and like cheddar and so on. Lastly, this is the Coca-Cola. And this is Nestle, and this is the nuggets. This is containing a very high amount of phosphorus, and it is in the top tip of the phosphorus pyramid and better to be avoided for all patients. How I can decrease the phosphorus in all this item? I can do boiling. And boiling will decrease the phosphorus content for those. And we return back to our patient and we look for the phosphorus for each item. So the milk, this 185, 160 for 100 cheese, 65 for the meat, for 100 gram meat, and 35 for starch and so on. So we can go to our patient again and calculate the phosphorus for him. We choose this food. And we can make it here. And I make it just to save time that the phosphorus here is 939. So for the patient with 0.8 gram per kg, when we choose lower protein with high phosphorus and choose the protein with lower phosphorus better, so we can reach to the target or the amount of phosphorus we needed per day. How to decrease the phosphorus in food? Important, avoid high load, which come from nuts, hard cheese, egg yolk, meat, like turkey, like some fish. Reporting the phosphorus content, the phosphorus to protein to phosphorus ratio, better to be taken from low protein to phosphorus ratio, lower element 12 milligram per gram, than the higher one, which is more than 12 milligram per gram. Use the plant origin protein. This is important because decrease in standard absorption. Avoid phosphoric acid, which is present in soft drink and cola drink particularly. Boiling is important. Phosphorus decreased by 51% in for vegetables, 48% for legume, 38% for meat after boiling. So the best method of cooking for those patients is boiling. And I think you need to discard the soup because the soup contains all, not only the phosphorus, but contain also the sodium and potassium and the calcium. So usually boiling make what's called demineralization of food. So after this, I think it's not allowed to take the soup for those patients. And lastly, you need to identify and avoiding a phosphorus additive, which is present in some factories under the name of E. Okay, and in last meeting for ERA EDITA, I think this is a good lecture for Professor Kalantar Zada. They found that if I have increased protein intake, but decrease the serum phosphorus, I have better survivor. If you have decreased protein and increased phosphorus, the lower survival. And if you have
both degrees of phosphorus and protein, you have also higher risk of mortality, but less than the decreased both. So you need to understand something which is important. Don't restrict the protein for protect the patient from the phosphorus. Because if you restrict the protein of high biological value or even the plant protein, the patient will go to malnutrition. But I think we need to selectively decrease the phosphorus. Decrease the phosphorus, it means decrease unnecessary phosphorus, which is important, very important, additive, or any processed meat, any processed cheese. We need to avoid Coca-Cola. We need to avoid the pumpkin seeds. And this is unnecessary food, ice cream. It need to be the case. We have still a problem. Still, we have some, most of our patients have a higher phosphorus. So we can go with phosphate binder. So the second thing, we go to phosphate binder and keep the protein good. This is in hemodialysis. Most of the time of hemodialysis is if I take the 1,000 milligram per day phosphorus, so it means that it's 7,000 per week, the absorption 60%. So I have 4,200 milligram per week. We have three hemodialysis, removing each one remove about 800 milligram phosphorus. So I can remove 2,400. Then still I have positive phosphorus balance 1,800. So I need to make this by phosphate binder. This is important phosphate binder for this patient. And I think maybe we cannot remove all. We need to go up with a more tablet for the patient. At, it's better to be taken with meal to decrease the phosphorus. Another thing here, because the use of phosphate binder, they found that the use of phosphate binder helped to improve the survival for patients with end-stage renal disease. I will shift to the metabolic acidosis. We have metabolic acidosis. It leads to protein catabolism, and this leads to skeletal muscle mass decrease, lead to sarcopenia, and sarcopenia actually increasing the mortality. So the metabolic acidosis is also important. I need to take care when I make a diet regimen for our patient. And also we have bicarbonate has a U-shape with the mortality. And we found that serum bicarb of 26 is better with the mortality. And the guidelines in 2019 advise to increase the vegetables and the fruits for all stages, including from stage one. And they have a bicarbonate supplement for stage from 3 to 5D. And the target bicarb must be between 24 to 26. In CKD 3 to even 5 on dice. So we need to make this, we need to decrease the acid load for those patients. This is another recent study into July 2019. They just document this decrease bicarb supplement has no effect on survival. Has no effect on progression of end-stage renal disease. So they conclude that low or moderate certainty evidence suggests that oral alkali supplement or a reduction in dietary acid intake may slow rate of kidney decline. Bicarb supplement has no strong evidence for delay progression to end-stage renal disease, but has evidence with the mortality. Dietary sodium is important. Usually we need to give about 100 millimore per day, less than 2.3 gram sodium, which equal to 5.6 gram of salt, or sodium chloride, for patient from stage 3 to 5. And here there is some difference between the KDOQI guidelines and the National Kidney Foundation. And usually the restriction in National Kidney Foundation is below 2.3, but in KDOQI 2012, I think they go below to 2 gram. It means 2 gram salt, sodium, it means about 5 gram salt per day.
I think both is good, no problem, because most of data supports that from 80 to 100, most of trials was this, and 80 is a 2 gram and 100 millimole is 2.3 gram. So I think no difference in this area. And we need to shift to how to go to the, what is the source of that result? If we look for this figure, I found that 77% of salt come from restaurant food and processed food. So naturally occurring in food about 12%, while eating only 6%, home cooking only 5%. So I need to avoid all the canned food or restaurant food. This is important, and this is the items of lower sodium. It's fresh our frozen vegetable, our fruits, fresh meat, fresh poultry, of fresh seafood, cooked cereal without added salt, unsalted nut, low fat and low sodium cheese. But on other side, high sodium, canned tomato, ketchup, processed meat, hot dogs, hamburger, sausages, canned food product like beans, meats, everything in canned like this have a lot of salt. Chips and crackers already use sodium bicarb before for making fermentation, and salted already peanut or so the add already salt for it. We all know that the salt restriction is important, especially to lower blood pressure and slow progression in this stage and to improve the cardiovascular outcome. How to decrease salt in our food? I think it's better to make it buy fresh food more often. This is the first. Cook food from scratch. We need to learn the patient to do food by himself, not using the already prepared food from supermarket. Remove the shaker from the table. Use instead of spicy, herbs, lemon, garlic, ginger, vinegar, pepper. Everything is allowed, but take care of substituted salt, which is potassium chloride, because most of them, this patient may be have hyperkalemia, and this will be added for them. I think it's hidden. Maybe it's not known even by patient to be mentioned in his history. And the most important, check for food label, because we need salt-free, sodium-free, low salt. This is very important. And read the nutritional fact. Here, the nutritional fact, 28%. This is mean sodium, 660 milligram, which is very high. I need this to be less than 5% to be low salt. We know every 140 millimole sodium ingested take about 1 liter of water. So if we take salt, this means that the patient will drink water and it will be add more. If this patient has end-stage renal disease on regular hemodialysis, will add more for a volume overload. If he is hypertensive, add more for hypertension. If this patient is nephrotic and has edema, also add more for his problem. The most important for the water intake is the serum sodium and the salt in taken. When the serum sodium increase, this will increase the osmolarity, increase the thirst, increase the water intake. And this, if the patient in the stage or regular hemodialysis need to have hemodialysis, need more ultrafiltration, will go to hypotension episode. And this hypotension episode, the doctor gave sodium chloride, and this will increase sodium and will increase the vicious circuit for this patient. So I think the better here to decrease the serum sodium, and this will decrease everything for this area. One of the problem about the serum sodium is dialysate sodium, very important. When we keep the patient for dialysate sodium, which is higher than the patient's sodium, this will need positive sodium balance for the patient, make him more thirsty, make him more taking more fluid and have more volume overload. Take care of this is, I think, the recommendation to make the serum sodium just 2 milli equivalent, more or less than the patient serum sodium.
this help will be no sodium going to the patient blood. Water intake, usually we advise if there is no residual renal function for end stage, we avoid 1 liter. About 4 cups. If there is residual kidney function, just add the amount of urine to this 100 or 1 liter. As insensible water already is from 500 to 700 milliliter per day, and this depending on whether either hot or summer or the winter. These some tips for the patient to decrease thirst or decrease water. I think it's better I tell him not to take salt. This is very important. The next, we need 8 pieces of cold or frozen fruits. Can be bought it like grapes, like strawberry. Freeze his favorite beverages in a bottle and take it as spices or sipsies. Suck some sugar-free candy, sugar-free gums. Drink from small cups and rinse his mouth every now and then with a mouthwash or even with water. Dietary potassium. Dietary potassium is important. I think there is a lot of controversy for the amount of potassium needed for restriction. Usually, most of the guidelines tell that no restriction of potassium, supposing that the serum potassium is normal. If the serum potassium is high, we need to restrict. Usually, no difference in this between the different guidelines. Usually we restrict when the serum potassium is high and we go to keep the serum potassium normal. I think Dugic was right before from 2 to 4 gram potassium per day. And when you need this restriction, we can go to 2.4 gram or from 2 to 3 gram of potassium per day. Potassium for patient, I think it's difficult, different from a patient, normal patient and patient with end stage renal disease. Usually the patient with CKD 4 and 5, I think they tolerate more potassium. So even the curve for mortality is flattened in this patient with CKD 4 to 5. We have some, we can categorize food to low potassium, which is less than 100, medium from 100 to 200, and this higher potassium from 200 to 300 or over 300. This, I think, allowed and this is not allowed. And please, if you take some food from supermarket, just learn the patient to read the nutritional fact and amount of potassium for in each bottle. This is fruits and vegetable with low potassium, with higher potassium. So it's mean that more than 200 milligram per one fruit. So apricot, fresh, high, banana, cantaloupe, date, kiwi, prune, prune juice, orange and orange juice, and raisin. Vegetable, we have avocado, beet and other green vegetables, broccoli, cooked, mushroom cooked, potato and potatoes, and yams all contain high potassium, pumpkins, Spanish, split pea, lanets, beans, tomato, and tomato juice and tomato sauce. All contain high amount of potassium, need to be restricted if the serum potassium is high. On other side, food with lower potassium, we have apple juice and apple sauce, apricot, which is canned one or indicator because they make it like boiled and put it in like syrup like this. Berries, grape, grapefruit, lemon, mango, pear, peach, pineapple, tangier, and watermelon. Other side, broccoli, but this is the fresh, not the cooked. Cabbage can use, carrot can use, cauliflower can use, onion, corn, cucumber, green beans, kale, lettuce, and mushroom. So if you ask a patient, ask how
the salad. I can take cucumber, I can take carrot, I can take lettuce, and only half of tomato. So he can make like this, make a good salad for him. As regards the calcium, I think both guidelines, the guidelines for Kidoki guideline 2012 recommend calcium from 1,000 to 1,500 for patient, including the phosphate binder. But as regards the National Kidney Foundation 2019, go lower, 800 to 1,000 milligram, including the phosphate binder. In CKD5D on dialysis, reasonable to adjust the calcium, low calcium, or calcium supplement, or calcium-based binder with concentration of vitamin D analog and calcium mimetic. The aim for all this is to avoid hypercalcemia. So I need to make the serum calcium on the lower limit. When I found serum calcium 8.4, it will be very good for the patient. As regards the vitamin D, I think most of recommendation now, if there is vitamin D deficiency or insufficiency, we need to make a replacement by vitamin D, by the natural vitamin D or not the active ones, like cholecalciferol and ergocalciferol, to correct the deficiency and sufficiency. It's also advised to give for the patient with nephrotic syndrome and proteinuria. And this here, I think this is, if there is severe deficiency, I need to take, I just adjust for 8,000 international unit orally for 4 weeks, or 50,000 international unit every week for 1 month, then 50,000 international unit twice per month for another 2 months. So I will take for 3 months, the first month I will take 50,000 once per week, then every 2 weeks till finish the 3 months. If it is from 5 to 15, so mild vitamin D deficiency, so I make it 50,000 every 2 weeks for the whole 12 weeks. If I have only insufficiency, I take the 50,000 international unit every 4 weeks. And I think this is, there is some preparation containing 50,000, we can use it to our patient. And it's advised to not to give the 600,000 for our patient, but it's better to make it either 50,000 every week or 8,000 international unit orally per day. And this will be better for the CKD patient. Other micronutrient, I think no advice to give vitamin D or vitamin E or vitamin C unless there is deficiency, or even zinc or selenium to patient with CKD. Only we know that we replace the vitamin B only because it is already dialyzed. The maximum fat intake is then 30% daily energy, and we need to only less than 10% of saturated fat. National Kidney Foundation make a recommendation for long chain polyunsaturated fatty acid nutritional supplement, and say tested for mortality and cardiovascular disease. As regards the mortality, they suggest it's not routinely give polyunsaturated fatty acid, including this derived from fish or flaxseed. You know what is the flaxseed? Flaxseed is contain highest amount of polyunsaturated fatty acids, omega-3, وده اللي معروف باسم بذر الكتان. It's not suggested to lower the risk of mortality or cardiovascular, but actually it can use it for to decrease the triglyceride in CKD from 3 to 5, non-dialysis, and in hemodialysis, peritoneal dialysis, we can use it to improve the lipid profile. It's not advised to prevent AV fistula, thrombosis, or survival of the graft. And on transplantation, not to be given to reduce or increase, decrease rejection or improve the graft survival. So only the use of
polyunsaturated fatty acids or just to improve the decrease the mortality and only to improve the lipid profile only, not to affect the mortality or cardiovascular or graft survival or AV fistula patency, only the lipid profile only. Maximum caloric for the patient according to his weight, so 30 to 35 kilocalorie per day. A daily fiber must be from 25 and 38 gram per day. A man need more fiber than a woman. And this example of some legume containing fiber, so pearly, oatmeal, black beans, beans, and so on, all chickpea, all these contain fiber. And I think this is one of the plant protein can be taken for this patient. And also the fruits like apple, like contain a lot of food. Also banana, blackberry, orange, peach, pear, broccoli, and carrot, all containing food. I just need here to just make it the phosphorus content of some bran is high. So take care of this. To summarize, when I talk about the nutrition, I need to make the clinical assessment for the patient for nutritional state. I need to make a dietary assessment. I need to make the physical examination, making investigation. I need to categorize the patient if it is if he is malnourished or well nourished. I need to intervene if he is malnourished, even by either oral or even parenteral nutrition if he is on hemodialysis. And this is different guidelines by different protein and phosphorus and potassium and sodium and calcium. This is a recommendation. And I will finish by this slide. This slide contains everything, I think so. It reminds me by a lot of things. First is vitamin D. And we need to replace our vitamin D for all patients, and this will help to block phosphorus. This is very important. The second is this, the soda and cola, and this contain high phosphorus in organic phosphorus with high bioavailability, and this will increase the phosphorus and increase the acid load. Animal protein, which increase the phosphate and increase the acid load, proteolytic formulation by gut microbiota, and this will increase the uremic toxin like indoxal sulfate and beta-crystal sulfate. And dietary fiber, which advised to be taken by the patient, it will block this uremic toxin because this dietary fiber is a prebiotic. Prebiotic, it's mean for used to be eaten by probiotic and lead to increase the probiotic, and this will decrease the uremic toxin. The plant protein is very important because it increases the plasma bicarb. Vegetable is very important because it increases the plasma bicarb, so it avoids the metabolic acidosis. Potassium is important early to block hypertension, but late we need to be avoided as already it will lead to hyperkalemia. The care of salt, we need to avoid or decrease it if there is hypertension. Polyunsaturated fatty acids, which present in fish or some seeds, can help triglyceridemia and hypertension. And it seems also to have a role for CRP. I think this slide maybe can summarize most of our talk. And thank you. طبعا بشكر حضرتك دكتوره ايمان على هذا العرض طبعا المجهد لحضرتك في القصه في الوقت ده. انا طبعا هنسمح بالكومنتس كل حاجه, بس هناخد الاسئله على الشات قبل ما بس ما نبدا اسئله الشات. انا ليا بعض التعليقات البسيطه كده. انا بسترس على اهميه البوتاسيوم, يعني انا من الادفوكيتور للبوتاسيوم في عدد العدد الجاري بتاع كيدني انترناشونال, عدد شهر 7 اللي احنا فيه ده,
في مقالة جميلة جدا على البوتاسيوم وعلاقتها بالكيدني. ولكن طبعا بحطه في الحسبان، مش هاجي الواحد هايبر كاليميك انريتش البوتاسيوم في الدايت، لكن البوتاسيوم مهم جدا لانه بعتبره اصلا انتيدوت للصوديوم، وبعتبر وناس كتيرة جدا بتعتبره فريند للكلى وبحافظ على الكلى. فالمفروض ان احنا ادفوكيت، وجزء منها الفروتس والفيجيتابلز والكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه. الصوديوم برضو في عدد في مقاله لسه امبريس في الكيدني انترناشونال ثبت انه بالصوديوم انتيك رام الدكتور حسن ابراهيم كان اجنس الصوديوم والدور بتاعه في المؤتمر بتاع الجمعيه، لكن في الكيدني انترناشونال ان في البوليسيستيك كيدني ديزيز الصوديوم انتيك لو زاد بيزود البروجريشن او بوليسيستيك كيدني عن طريق انه بيزود الاندريتيك هرمون والفازوبريسين. الفايبرز متفق مع حضرتك 1000% حوشوت انكرج فايبرز، لانه حتى في الكيدني ترانسبلانتيشن في الاكسبيريمنتال انيمال مودلز الاكسسيف فايبرز ممكن تنهانس التولرنس، فيعني الناس بتعطيها حجم كبير جدا، ويمكن اسوسييتد بمقاله اللانست بتاع السنه اللي فاتت بهيلثي ستايل والهيلثي كربوهيدرات لازم تبقى غنيه بالفايبرز. الهيدن فوسفورس نقطه بحيي حضرتك عليها كتير قوي، لانه بتذكر استادي نزلت في الكيدني انترناشونال من كام سنه على مخاطبه كل الشركات، لان انا عندي هيدن سورس في الاكل وهيدن سورس في الادويه. الشركات ما بتكتبش كميه الفوسفورس اللي موجوده في الادويه، لدرجه ان في مكان في امريكا مكان فيري سمارت قال لك نشوف واحد الغسيل بيستخدموا ادويه نوعها ايه، فحصروا كل الادويه لقوا 200 دواء جابوهم وعملوا استادي تو اسس الفوسفورس كونتنت، وكان العجب العجاب. ادويه ديبريشن مثلا التابلت فيها كميه فوسفورس كبيره جدا، ادويه ضغط انا مش عايز اذكر اسماء يعني مكتوب الكلام ده في المقاله فيها فوسفورس كتير، فاحنا ما بننبهش القصه، فعشان كده عاوزين الناس تنتبه لهذا. في قاعده في الاكل، الاكل الغني بالملح والغني بالسكر، وده حاجات من المفارقات غني بالفوسفورس، فبرضه لو عاوزين نعمل فوسفورس كنترول نهتم بالقصه دي. طبعا الادويه للفوسفورس كنترول فيها كلام كتير جدا، وفي كلام على السودام هيدروجين اكستشينج انهيبيتورز والكلام ده، وفي استاذ لسه شغاله على الكلام ده، يبقى انا مش هناقش الادويه النهارده. انا عشان اسيب فرصه للساده اللي معانا طبعا الاساتذه، ودي حاجه لابد اذكرها قبل ما نشوف الشات عليه اسئله ايه. احنا معانا النهارده 12 استاذ من 6 جامعات، يعني عندنا من قصر العين. انا طبعا الدكتورة دولة بلال ده فوق راسنا كلنا، ما خدش بالي ان هي موجوده الا بعد ما بدانا البرزنتيشن. طبعا الدكتور ياسر موجود، وحي حضرتك في الاول من جامعه المنوفيه الدكتور سعيد خميس، وكان زعلان انه ما رحبش بحضرتك، معناه الناس كلها يعني حضرتك في القلب. يعني معانا من المنصوره 2 من الاساتذه الافاضل الدكتوره اميه مصالح والدكتوره غدا قنيشي، والاثنين مهتمين بالتغذيه والنفرولوجي. الدكتوره غدا هي رئيسه الوحده في مستشفى الجامعه بتاعت الكلى، والدكتوره اميمه طبعا عالم من اعلام التغذيه، وحاليا بتعمل بروتوكول ان شاء الله يبقى يلاقي النور قريبا، تعاون مشترك مع جامعه، واسيبها تعلق على النقطه دي مع على دبلومه التغذيه اللي هتعملها ان شاء الله، وتبقى سبب كبير جدا لجامعه المنصوره. الاسئله اللي على الشات هناخدها كده واحد واحد. يعني يمكن اول سؤال حضرتك ما تطرقتيش لموضوع الاكوت كيدني انجري والناس اللي على فنتليتور والسيبتك شوك ودور التغذيه معاهم. الحقيقه انا بس طبعا هي المحاضره هتبقى طويله قوي، احنا في حاجات كتيره قوي، فيعني احنا الاكيوت كيدني انجري من الحاجات اللي احنا على العكس ما بنقللش البروتين انتيك فيها، لا بالعكس احنا بنزود البروتين، ممكن اوصل ل 1.3 ل 1.5 جرام بروتين بير كي جي، بيكوز ان هم عندهم معظم الوقت بيبقوا هايبر كاتابوليك، وبالتالي اي ثينك سبيتر نوت تو ريستريكت بروتين فور ذيس بيشنت. طبعا التغذيه مهمه للناس اللي هي السيبتك وعلى الفنتليتور، ودي من الحاجات اللي احنا في الغالب بتبقى نيجلكتد، يعني بنهتم بالفنتليتور بنهتم بالفلويدز، لكن الدايت هتخلي الشخص يبقى يقاوم القصه دي. اسئله الفيتامين دي كلها مش هناخدها النهارده، لان احنا عندنا الجمعه الجايه دكتور سعيد الغامدي هيتكلم عن الفيتامين دي، البرزنتيشن كله فيتامين دي نيتيف والاكتيف، فناجلها للبرزنتيشن بتاع دكتور سعيد الغامدي. كان في تعليق على الفروزن اند فريش ميت،
وكمية الفوسفرس فيهم، هل الفروزن بيغير الفوسفرس ولا وكمان تعليق على الدايت اند مورتاليتي ده محتاج فيرذر ستادز. يعني طبعا اكيد هيبقى فيه كونفاوندنج فاكتورز، بس العالم اتفق على تقريبا 14 ستايل في الاكل اللي هو هيلثي، يقلل الكانسر ويقلل الدايبيتس ويقلل ويقلل ويقلل. لكن خلينا نشوف الفروزن فود بيعمل ايه في الفوسفرس كونتنتس. الفروزن فود اي ثينك انه بيقلل الفوسفور شويه بالنسبه للفود، لكن مش ما 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 ما, ما يختلفش خالص، هو بس مجرد ان هو بيقلل الفوسفورس، هو ده يعني المعروف بالنسبه له، لكن ما فيش حاجه محدده بالنسبه، ما اعتقدش ان هو بيزود الفوسفور بيقلل الفوسفورس مع في الفروزن فود. انا نقطه هنا افتكرتها رغم ان هي خارج الموضوع، لما نحط حاجه في الفريزر والكلام ده نخلي بالنا من بلاستيك، مش كل بلاستيك ينفع يتلف فيه الاكل، لان البلاستيك ممكن يبقى نفروتوكسيك بقوه. البلاستيك لو اتحط فيه حاجه سخنه معروف انه مش كويس، عشان كده في كل الكافيتريات استبدلوها بحاجات ورقيه. كمان التجمد، يعني انت ممكن تقول المياه المعدنيه تفضل 100 سنه، لا بعد شويه بيحصل تحلل في البلاستيك وبيبقى نفروتوكسيك يعني، فنخلي بالنا من القصه دي على الهامش كده. الكيتو اسيد سبلمنتيشن نقطه برضو جات في الاسئله ان داليس بيشنتس. هو بص حضرتك، هو طبعا الوقت واضح ان بدا يبقى في اتجاه لان احنا نضيف الكيتو اسيدز بالنسبه للعيانين، بالنسبه للسي كي دي اللي هم على كونزرفاتيف، وايفن على العيانين اللي هم على دايلسيس. كان في 1 بيبر قايلين ان هو ده ممكن يقلل الدايلس فريكوانسي، بس اي ثينك ان احنا تو ايرلي ان احنا نحكم عليها. الشيء الثاني ان انا عشان استخدم الكيتو اسيدز انا بستخدم محتاج استخدم دوزز كتيره، لان انا بستخدم 1 تابلت لكل 5 جرام من 5 كيلو جرام من جسم من الويت، وبالتالي انا محتاجه اخد عدد كبير جدا علشان تو ريبليس جزء من البروتين. يعني مجرد ان هم في الاستادي اللي اتعملت وهم عايزين يرفعوا من 0.4 ل 0.6 بالنسبه ليهم، اضطروا يحتاجوا حوالي 16 تابلت من الكيتو اسيدز عشان اوصلها ل 0.6. فهي هل ده بالنسبه لنا احنا في مصر ابليكابل؟ هل انا اقدر ادي العيان 16 حبايه في اليوم علشان اقدر اعمل الريبليسمنت ده؟ لسه في حتى ايفن الناس اللي هم اشتغلوا على الكيتو اسيدز وقالوا انها ممكن تو ديلي البروجريشن مع الفيري لو بروتين. برضو هم حتى هم نفسهم في الكونكلوجن بتاعهم كانوا بيقولوا ان احنا محتاجين مور داتا علشان ان احنا تبقى الامور مور سوليد. يعني حضرتك مش مع الكيتو اسيد يعني، وخاصه بالدوس اللي بيكتب. I don't be يعني انا مش اجينست، ولكن انا مش شايفه ان انا اقلل عن البروتين قوي عشان ادي له كيتو اسيد، انما انا اعتبرها انها دايتري سبلمنت ممكن احطها لو العيان انا مضطره انزل له البروتين عشان احسن الريكويرمنت. بس حقيقه اي ثينك ان احنا محتاجين مور داتا، لكن يوجوالي انا حتى الواحد في البراكتس انا ما بوقفش العيان اللي بياخد كيتو اسيدز. في بعض البيبر اللي بتقول وفي بعض البيبر بتقول ريكومندنج ان هو تؤدي الكيتو اسيدز علشان اقلل شويه البروتين اللي العيان بياخدها، وبالتالي انا بقلل اليوريميك توكسينز اند سو اون. ده اللي موجود، ويمكن ده وضح بشده في الناشونال كيدني فاونديشن في 2019. اعتقد نقطه مجال للديبيت من الدسكشن، لان الدكتور ماجد هيعلق والناس هتعلق، بس نلغي دي. والدكتور هشام رفع ايده كمان، ما هي دي نقطه. انا هتحفظ برايي لغايه ما هم يعني عشان ندي لهم الفرصه يعني عشان ما تحرجوش مني يعني في النقطه دي. الدكتوره هيام العجان كاتبه لحضرتك سؤال عن الفورمولا بتاع الاستيميتد جي اف ار ايكويشن، ايه السمبل فورمولا اللي بتفضلها؟ كيديجو كانوا قايلين سي كي دي ايبيديميولوجي ايكويشن. الايبيديميولوجي ايكويشن هي دي اللي موجوده، واعتقد ان دي موجوده كابلكيشن موجوده من ناشونال كيدني فاونديشن، ممكن تنزلها على الموبايل ايفن تحسبها في العياده بمنتهى السهوله. في اسئله اخرى على الشات على الكالسيوم والفوسفورس والكلام ده كله هنأجله، لانه احنا عندنا الدكتور سعيد الغامدي هيتكلم على الفيتامين دي، والدكتور عمرو الحسيني هيكلم الثيرد برزنتيشن بتاعه على السي كي دي ام بي دي، فنسيبها لحينها وندي فرصه للاساتذه اللي معانا يعني
يشتركوا في الحوار. اول استاذ رفع ايده دكتور ياسر ابو حميد، فهبدا بيه. دكتور ياسر اتفضل. الف شكر وشكرا دكتور حسين، شكرا دكتور ايمان على المحاضره الجميله دي. شكرا يا فندم. اتفضل. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. كان ليا سؤالين بس يا فندم. اول سؤال هو حضرتك الالبومين، قلت الالبومين في الاول 3.8، حضرتك حددت الرقم ده ان 3.8 indicates nutrition، هل ده respective of any تحت 3.8 من 10 بيعتبروه من ضمن البارامتر؟ احنا طبعا هي يعني في جزء طبعا اللي هو حته المالنيوتريشن ده جزء هيبقى مهم، وفي حته النيوتريشنال اسسمنت في الاول يعني فيها ديتيلز كتيره، بس انا حقيقي ما ينفعش ان احنا نقول كل الديتيلز لانها هتبقى محاضره طويله قوي. فهو هم بيعتبروا ان الالبوم بيلو 3.8 نخلي بالنا ان هو ممكن يبقى بارامتر اوف بروتين انرجي ويست، يعني ده ايرريسبكتيف مثلا اوف بروتينوريا او اني اذر كونديشنز. انا هو لا الرقم هو ده هو في الايفالويشن، في النيوتريشنال اسسمنت للايفالويشن بتاع العيان غير موضوع البروتينوريا، انا بتكلم على عيان سي كي دي. انما البروتينوريا احنا خلاص بيبقى معروف ان في هايبو البومينيميا علشان في بروتينوريا، ودي از انذر انتيتي. انا بتكلم على عيان سي كي تي اللي ما عندوش بروتينوريا، ان ده يعتبر نيوتريشنال اسسمنت بالنسبه له. لما بلاقي السيرم البوم تحت 3.8 من 10 انا بقلق ان فعلا العيان ده ممكن يكون هيخش مني في بروتين انرجي ويستنج، وبالتالي ببتدي بقى اعمل سبجكتيف جلوبال اسسمنت كامل، وابتدي اشوف العيان ده الاكل بتاعه قد ايه، بيزيد في الوزن ولا لا، البادي ماس اندكس قد ايه، يعني ببتدي اخد كل البارامتر بالنسبه له علشان اعمل نيوتريشنال يعني انترفينشن، ان انا ابتدي اديله يا اما سبلمنت كبروتين، او ان انا انكرج هيم ان هو انكريز البروتين كونتنت في الاكل بتاعه، او ان ممكن ندي يعني بعض الحاجات يعني الاخرى اللي هي لو في انترفينشن. بس يعني هو ده 3.8 من 10 تحته بنعتبر انه ممكن العيان ده يبقى عنده probability of protein energy wasting. طيب السؤال الثاني حضرتك، شكرا حضرتك على السؤال ده. السؤال الثاني حضرتك قلت الريليشن بين البادي ماس اندكس اند مورتاليتي بتبقى ريفرسد في العيانين السي كي دي اند ستيج على الدياليسيس. هل احنا محتاجين تو ديسكريمينيت البادي ماس اندكس دي is either fat, it's either water content or muscle content, ولا هل هو برضو relation is going the same for all conditions؟ هو البادي ماس اندكس دي equation. Equation هي بتقول الويت على بعضه كده، ما قالكش الايديال بادي ويت، هو قال الويت على بعضه على المربع الهايت بالميتر. وبالتالي انا يعني هو البادي ماس اندكس وانت بتحسبه لاي عيان بتحسب وزنه على طوله بالمربع الطول يعني في المتر، وبالتالي ما بتحددش ان كان دي ماس يعني بس هي بروتين او ماسلز او فاتس او كده، هي على بعضها. احنا دايما بنقول ان السرفايفل العيانين بتوع الدياليسيس كل ما كان العيان يعني اوبيز كل ما كان السيرفايفل بتاعه افضل على الدياليسيز، ودي فعلا وان اوف ذا ريفرسد ابيديميولوجي اللي موجوده في عينين الاندستيجل على ريجولار هيموداليسيز، هي البي ام اي مع المورتاليتي. اوكي شكرا لحضرتك، متشكرين على المحاضره الجميله دي يا فندم. تحت امرك، شكرا جزيلا دكتور ياسر، مشكر حضرتك والتقديم الاولاني. متشكرين قوي يا فندم، احنا متشكرين جدا. الميوتد فكرتنا دكتور ياسر بميتنج في جامعه هارفارد لما احد الاساتذه من نيفرولوجي كان السيناتور بتاع الولايه موجود على الـ على الـ على الفيديو كونفرنس، وكان ده برزنتيشن مده ساعه، فبقولوا المرضى بتوعنا الدياليسس الاوبيس بيعيشوا اطول، فالسيناتور قال له انا اول مره اعرف ان الاوبيستي لها فايده. بس طبعا الاكسسيف بودي ماس اندكس مش مطلوب حتى في الدياليس بيشنتس، ويمكن انا بضم صوته لصوتك ان ممكن العيان يبقى اوفرلودد وفوليوم، فممكن يبقى بارامترز اخرى زي الويستر كونفرنس ممكن يبقى مفيد. فلكن ده الاوبزرفيشن داتا كلها بتوري ريفرسد ابيديمولوجي اللي هي البودي ماس اندكس او الاوبيزيتي المايلد اوبيزيتي مع الدالس بيشنتس اسوسييتد ببيتر سرفايفل. دكتور مجدي الشرقاوي رفع ايده، اتفضل هعمل لك انميوت حالا. تفضل يا باشا. طبعا بشكر الدكتورة إيمان على محاضرة هايلة ويعني كونكلوسيف، تتكلم على كل حاجة في النيوتريشن. بس أنا طبعا الدكتور حسين استفزني عشان الكيكو أسيدز. أنا أجنست، أنا أجنست مش أجنست من منطلق يعني ولا أجنست، ولكن انا اجنس. انا عارف انك اجنس لان اتس نوت لوجيك ان ادي العيان دواء ب 1500 جنيه في الشهر
وانا بقول له خد وانا وانا بعمل له ان اديك الدالسس وانا كمان بعمل له بالظبط وانا بعمل له ان اديك الدالسس وانا بقول له كل حته لحمه زياده يقول لك مش لاقي اكل والمرضى في مصر بيصرفوا على الادويه اكتر بيصرفوا على الاكل فانا مع حضرتك الدايركشن ان انا ازود البروتين اديله 100 جرام لحمه يوميا which انا agree with this I don't agree with very low protein حقيقي يعني بالظبط انها بس ده طول ما انت بتقصد بتقصد دالس جرام دول ما حدش بياكلهم ها نعم انت بتقصد دالس يا دكتور مجدي ال 100 جرام دول مش كده لا 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 الكيتي دي يا فندم ما احنا بندي 100 جرام الدالس سبيشال تاكل 200 300 تاخد اكتر من كده تقصد مش بروتين لحمه مش بروتين لحمه لحمه مش بروتين بالظبط هنرجع تاني للكلام اللي الدكتوره ايمان قالته مش معنى انه 100 جرام بروتين معناها 100 جرام قصدي مش معنى 100 جرام لحمه حوالي 25 جرام بس او 24 جرام بس ده يعتبر لو كمان الكليكال نيوتريشن جايد لاين اللي نزلت في يناير السنه دي 2020 بتقول ان اللحمه ما فيهاش اكتر من 17 الى 19% مش 24 كمان فال100 جرام لحمه دول يا دوبك يعيشوا العيان تمام فاحنا ما يا دوبك فعلا النصيحه لكل الاطباء الصغيرين ما يقولوش لعيانين الكلى ما تاكلوش لحمه طبعا مهمه جدا ان معظم عياننا ما بياكلوش لحمه يعني هم اصلا ما بياكلوش لحمه فزياده الضغط على الكلام ده مش كويس الحاجه كويس. بقى اللي انا عايز اقولها كمان احنا مهتمين جدا بالنيوتريشن بس ناسيين الاوبيستي مانجمنت تمام احنا بيجي لنا عيانين كتير جدا الاوبيستي ودايابيتك واوفر ويت فدي برضو نقطه بننساها دايما في الـ في الـ في المانجمنت اوف نيوتريشن ان احنا وي هاف تو انكورج ويت لوس حقيقة حتى في الدايلسيس بيشنت وطبعا دكتور حسين عارف عشان الزرع انا ساعات بقول يعني اذا ما خسيتش ما تجيليش روح خس 10 كيلو بعدين تعال فدي مهمه جدا جدا واخر سؤال دكتور ايمان بقى اخر سؤال مزعج الكيتو دايت في السي كي دي بيشنت فتحت حته يعني طب انا يعني هقول لك الاول طبعا انا يعني انا يمكن ام نوت اجري ان انا اعمل كيتو اسيد سبلمنت مع فيري لو بروتين ده حقيقه انا ما بحملهاش لكن انا لو عيان ماشي اوريدي على كيتو اسيدز يعني اما بوقفهوش وبحاول اخليه ياخد ادكويت اماونت اوف بروتين واعتبرها نيوترينت او نقول عليها دايتري سبلمنت يعني احنا نسمع راي بالنسبه للناس اللي هم الفيري اوبيز النقطه دي مهمه ان احنا دايما يعني احنا برضو في الاول احنا واحنا بنحسب البروتين او بنحسب الكالوري محسوب بنحسبها على الايديال بودي ويت بنحسب على الايديال بودي ويت وده مكتوب عشان اوصل يبقى كل عيان هشوف طوله هشوف البي ام اي بتاعته هشوف الايديال بودي ويت هحسبه له ودي ليها طبعا ايكويشنز وبعد كده بشوف انا هعمل ادجستمنت ولا لا دي حدة تانية علشان احنا دي كان بتبقى صعبة لو العيان very obese حقيقي هو CKD ما هوش الـ reversed epidemiology في العيانين اللي على الدياليسس لكن العيان اللي هو يتحضر transplantation الobesity بالنسبة له تعتبر contraindication والعيان اللي على CKD برضو الobesity بالنسبة له فيها مشكلة reversed epidemiology بس في العيانين اللي على الهيمودياليسس وبالتالي انا بحسب مفروض الكالوريز بتاعتي على الايديال بس هو في رينج ان من حته الايديال لا اخلص بس السنه في رينج من الايديال ان انا بسيب شويه ان العيان لو هو اوفر ويت ما اعملش ادجست انما لو هو اوبيز هعمل ادجستمنت للبادي ويت عشان يبقى الكالوري وعشان كده يبقى ما احسبلوش كالوري بزياده انا لو سمحت لها ترى ايمان هنا الـ انا ضد الكيتو دايت خالص في الـ في السي كي دي بيشن انا ما اتكلمش على الكيتو دايت انا لسه لا انا برد على يعني بس تعليق على النقطه اللي الدكتور مجدي فتحها يعني وممكن ناخد راي الناس معانا في الدكتوره اميمه في قصه الكيتو دايت ده الكيتو دايت ممكن يبقى كويس لبعض الناس ومعانا الدكتور طارق طنطاوي ادفوكيتنج للقصه دي لكن في السي كي دي بيشنت محفوف بالمخاطر انا مش عاوز اكسسيف كربوهيدرات لان الهاي دنسيتي كربوهيدرات لو الكربوهيدرات هتخش بقوه وتمثل اكتر من 70% من التوتال كالوريز ثبت بأوبزرفيشن ستاديز انها بتزود البروجريشن اوف كرونيك كيدني ديزيز يبقى انا اجينست الاكسسيف كربوهيدرات واجينست الفيري لو كربوهيدرات المودست كربوهيدرات ريستريكشن اتس اوكي لكن الكيتو دايت ان انا اعمل فيري لو او نو كارب ده فيري ريسكي بزنس ويمكن الدكتوره اميمه هتعلق على النقطه دي بعد ما الدكتور هشام لان الدكتور هشام رافع ايده ورافع صبعه فلازم يخش معانا هنا الدكتور مجدي لو عاوز احط رايي الدكتور مجدي لو عاوز بس كلمه اتفضل
اقول كلمه صغيره جدا في الـ في البارادوكسيكال او اللي هو ريفرس ابيديميولوجي في الدياليسيس بيشنت ات از نوت ترو ان السرفايفل اوف اوبيز دياليسيس بيشنت از لونجر ذان نون اوبيز. دي كانت ستاتستيكال فايندينج سنه 2008 كان كلانتر زاد وهو راجل بتاع احصاء بس مش بتاع كلى على فكره احنا عارفينه كويس دكتور حسين عارفه كويس دكتور هشام قبله هو راجل statistician فهو رأيه إن ده statistical finding but it's not true. The optimum weight على الدياليسيز is associated with survival. ليه الأوبيز بيعيشوا أكتر؟ لأن ال competitive group عندهم malnutrition بس. آه ما هو كده. ما هو ده ممكن يبقى reflection good nutrition لكن بالزبط. أنا أجنس الأوبيزتي لأنه أنا لما بيجي لي واحد عيان أوبيز على الدياليسيز أنا بقى محتار أغسله إزاي؟ يعني بالزبط. very difficult ان انا اعمل له vascular access مشكله فيهم. دكتور هشام اتفضل المايك معاك يا باشا. طيب شكرا طبعا جزيلا دكتور ايمان يعني very comprehensive and very few comments يعني in brief يعني طبعا انا متوافق مع حضرتك تماما في كل اللي قلتيه ما عدا الكيتو اسيدز. احنا جربنا الكلام ده كله مع الدكتور بدوي من 25 سنه اوريدي يعني لما يجي بيبر يقول لك more randomized control trial is needed معناها للورثه فطبعا no way للكيتو اسيد باي اني واي على الاقل في الجيل بتاعنا. متوافق مع حضرتك تماما في الفيجيتابلز حتى كان في ميتا اناليسيز اتعمل السنه اللي فاتت على الافات من العينين وخلصوا بجمله واحده بسيطه جدا ولطيفه جدا one apple a day let the death away. تفاحية واحده في اليوم بتحسن العيان جدا من كل حاجة. والجمله الثانيه بتاعتها يا طارق هشام ميك ا دكتور اواي ميك ا دكتور اواي One apple a day, keep doctor away. متوافق مع حضرتك تماما even لو normal phosphorus level normal لكن ده مش معناه الثيرد بول لا بالعينين بيبقى عندهم overload من الفوسفرس even لو serum phosphorus normal. متوافق مع حضرتك في بقية كل الحاجات ما عدا برضو الالبومين loss during dialysis اللي هو does not exceed say high flux dialysis على نص جرام و 2 جرام في البوست دايلوشن هيمودايفلتريشن فما نخافش من الالبوم اللوس مع الدياليسيز لان هو نيجليجبل. ويمكن احنا يمكن احنا قلنا النقطه دي يا دكتور هشام في معاك في الدسكشن انه الهايبو البيمينيا انديوسد بالاديكو دياليسيز بالانفلاميشن ده غير الانفلاميشن اسوسي يعني لو البيز لاين هايبو البيمينيا ده هو الخطر الحقيقي هو كمان انه نيجاتيف السيرم البومين يفضل ان هو تو بي ميجر بوست دايلس لان الفوليوم والدايلوشنال ستيتس بتاعته بتاثر جدا في الليفل فانا مقتنع ان انا اقيسه يعني انا ضد القصه بتاعت ان هو بوست ده ما عارف احنا مختلفين في الكلام ده كيمستري احنا مختلفين من زمان في الكلام ده بس انا لسه على رايي. طيب تمام وده هيبقى بيست اسسمنت. سؤالي بقى لم يتطرق وبرده ده انا شايفه من زمان موضوع الالومنيوم توكسيستي مش هقول من الار او بتاع زمان من 30 سنه كنت شغالين بيه دلوقتي الفود ستورج في الكانسترز اوف الومنيوم ريسك ايه هو بقى يعني وده كومن فيري كومن المفروض نبطله خالص يا دكتور هشام زي ما قلنا بلاستيك زي ما قلنا قصه البلاستيك بس هي دي اللي انا عايز اعمل لها الطبيخ لان الالومنيوم يعني الاكل اجيبه احطه في فويل واحطه في الميكروويف المفروض نبطل الشغلانه دي لان والكانسترز كمان الالومنيوم which is very common لا لانه الفويل لمريض الكلى مش هيتخلص من الالومنيوم هتبقى ريتيند بالظبط ده اللي انا عايز اعمل عليه هايلايت لانها ما جاتش في المحاضره دلوقتي برضه عشان تبقى الناس الناس تبقى فاهمه برضه موضوع الالومنيوم. هي الالومنيوم توكسيستي هشام معروفه ان هي طبعا على الجنرال بوبليشن خلاص دلوقتي وطبعا كان زمان اللي هو الحله الالومنيوم بتاع زمان دلوقتي ما هيش موجوده لكن حقيقي الاستبدال بالالومنيوم فويل ده بقى مشكله اكبر ان تحط على الحاجه بالزبط. وهي سخنه وبالتالي بالزبط. بيزود الالومنيوم كونتنت للفود فالوقتي كل الادفايز انك تحط حاجه زي بيبر زي اللي هو بيقولوا عليه ورق الزبده بالبلدي كده بتحط ما بينه وما بين الالومنيوم عشان ما يخليش الفود يبقى كونتامينيتد بالهاي الومنيوم. جاست تو هايلايت ان احنا نقول نفهم العيانين دي مهمه طبعا ولحد ما طبعا والبلاستيك طبعا ده خلاص ده موضوع بقى ايه يعني البلاستيك ده من زمان ان هو من الحاجات اللي هي انهيلسي خالص دلوقتي لان هو برضه بيبقى ديسيبيتد وبتزود يعني كذا بالزبط. حاجه مفيده سنجل يوز البلاستيك ده سنجل يوز زي الميه والكلام ده سنجل يوز تترمي بعديه على طول. شكرا دكتور هشام. دكتوره غاده قنيشي دكتورة غادة
تعليقك على الكلام. سمعك سمعك. سمعك دكتوره غاده. سمعك تفضلي. انا في البدايه طبعا بشكر الدكتوره ايمان على المحاضره جميله جدا جدا جدا. انا بس كان سؤالي يمكن هو نفس السؤال اللي اتسال من شويه على الادجستمنت للبادي ويت في العيانين الاوبيز سواء على الدياليسيس او على السي تي دي. يعني لما الاقي العيان البي ام اي بتاعه عالي جدا فوق ال 35 او كده, هل الويت لوس في الحاجات دي ريكومندد ولا نوت ريكومندد؟ هو الويت روس الريكومندد, واحنا بنعمل المفروض ان كل الحاجات اللي محسوبه كمان الكالوري بتتحسب على الايديال بادي ويت, كله بيتحسب على الايديال بادي ويت. لكن انا بيبقى عندي في رينج للادجستمنت, بمعنى ان انا لما بلاقي هو بالظبط كده محسوبه ان لو انا عندي 115 النورمال او 95, لو تحت ال 95 او فوق ال 115% من النورمال معناها ان انا محتاجه اعمل ادجستمنت. يعني لو العيان كان في النورمال بادي ويت او جاست زياده شويه ان هو مايلد اوفر ويت ممكن ما اعملش ادجستمنت للبادي ويت. لكن حقيقي لو اوبيز او موربد اوبيز اي نيد تو ادجست البادي ويت. اما هعمل ادجستمنت للبادي ويت اما هحسب الكالوري هحسب على اللو واحسب على الايديال, يبقى معنى كده ان انا هديله اقل. يعني لو انا عندي 80 كيلو وانا عملت له ادجستمنت طلعت 65 هحسب على ال 65 مش هحسب على ال 80, يبقى بالتالي الكالوريز هتبقى اقل, هيبقى البروتين هيبقى كل ده هيتحسب على ميرلي الادجستد بادي ويت مش الايديال. احنا بنوصل لحاجه اسمها ادجستد بادي ويت ودي في بعض الحالات احنا بنعملها, بس ان انا بزيد شويه عن اللي مسموح اللي هو اكتر من 115% من النور. تمام. النقطه دي برضو فكرتني بحاجه مهمه, ان انا لو العيان عندي البودو ماس انكس بتاعه قليل ومنرجت ما بحسبش على البودويت اللي جاي بيه لاحظ على الايديال, والا همنتين الويت لوس. فانا عشان الابوليك ستيت لازم ارفع, انا كده كده بزود. اذا كنت الناس العاديين 28 كيلو كالوري بير كي جي, احنا في الدياليسيس 35 بس 35. بتفرق الوزن اللي احسبه لو هو ما هو دي مهمه قوي. بنزل الستاندرد لو هو رفيع بوصل للستاندرد, فبحيث ان انا ما ان انا ابقى يعني منتبه للقصه دي. في حاجه ثانيه دكتوره غدا؟ طيب الدكتوره اميمه. طبعا دكتوره اميمه استاذه الغدد الصماء والتغذيه في جامعه المنصوره. اهلا بك دكتوره اميمه اتفضلي. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا. شرفنا دكتوره اميمه. اهلا بك دكتور حسين, وانا بحيي الدكتوره ايمان على المحاضره الشيقه والجميله فعلا يعني ولا تدل على تفكك. الدكتور حسين اتكلم قال ان انا اعلق على كذا حاجه. نمره واحد الدبلومه البروفيشنال دبلومه اللي احنا بنعملها في طب المنصوره بالتعاون مع جامعه لوبيك في المانيا. الحمد لله يعني وصلنا للستيج انها هتروح من الجامعه, يعني هتوصل خلاص ظبطنا توصل للجامعه. يعني هي كلينيكال نيوتريشن دبلومه فور 2 ييرز, و والألمان هيدخلوا معنا في بالتدريس أونلاين وهيجوا يدوا ممكن نعمل زي وركشوب كل سنة أو سنتين, يعني في خلال السنتين بتوع الدبلوم. الحاجة الثانية طبعا الدكتور حسين معنا والدكتور, ويعني احنا عاملينها على اسم البطنة اللي بيديها وبالتعاون مع الأقسام المعنية يعني إن شاء الله. الحاجة الثانية تعليقي على موضوع الأوبيزيتي, طبعا في حاجتين يعني في طبعا احنا عارفين الأوبيزيتي هاي ريسك وخصوصا ايفن حتى في البروجريشن اوف جلوميرولار ديزيز, مش بس مجرد في العيان بتاع السي كي دي او الدياليسيس والسي كي دي وكده, ولجوا ان في الأوبيزيتي احنا عندنا حاجة اسمها أوبيزيتي بارادوكس. يعني الأوبيزيتي بارادوكس ده اتقال في العينين بتوع رينال ديزيز كارديوفاسكولار ديزيز السي او بي دي يعني, وما زال الكونسبت اوف اوبيستي بارادوكس موجود ان احيانا the patient with a certain disease لو هو اندر ويت او على اللور ويت بيبقى مور باد بروجنوزس ذان within the يعني slightly overweight أو normal weight. الحاجة الثانية بقى إن
ان طبعا ان دي بالنسبه لقصه الاوبستي بارادوكس، وده متقال مع مع الكيدني ومع الكاردوفاسكولار ومع الحاجات التانية. الكيتو الكيتو دايت يا دكتوره اميمه، الثانية الكيتو. انا مانيش ام نوت ا بيج فان اوف كيتو دايت. الكيتو دايت لسه هي طبعا لغايه دلوقتي فعلا فعلا لو قلنا ساينتفك انديكيشن للكيتو دايت هيبقى العيان بتاع الابيليبس هو مفيد في الحالات دي، انما هو بيبسط العيان جدا وبيدي رابيد ويت لوس، ولكن هل هناك احنا بنعتبر مانجمنت اوف اوبيستي دي ذيس از ا لايف لونج مانجمنت او لايف لونج تريتمنت، عشان كده احنا بنعتبر اي دايت هتدي مانجمنت مش هيقدر العيان يمشي عليها طول عمره، بنعتبرها من ضمن الفات دايت. انا اعتقد ان الكيتو دايت لسه تعتبر من ضمن الفات دايت لغايه دلوقتي، ولو ان في ناس بتبقى هابي بانها بتكسر حده ان هي الفراستريشن بتاعت انه يجين ويت ويلوز ويت ويجين ويت ويلوز ويت اجين وهكذا. انما if you think about it this is something not metabolic not metabolically normal. يعني احنا بنقلب الميتابوليزم بتاع جسمنا انه بدل ما البيشنت يجين انرجي فروم كاربوهيدرات يجين انرجي فروم فات اونلي. ازاي؟ كانك انت بتدي للعيان فولس سنس اوف كاربوهيدرات ستارفيشن. لسه في ترايلز بتتعمل وفي ترايلز مطلعه مبسوطه منها ولو ان فيها ريسك كتير انت حضرتك شفتي مشاكل منها؟ هو طبعا في عيانين كانوا بيجوا بيقولوا ان هم بعد طبعا احنا اكتر حاجه بنخاف منها، واكيد طبعا دكتوره ايمان والناس المهتمين بالنيوتريشن يخافوا منها، ان العيانين ممكن يجي لهم ريفيدنج سيندروم لان هم بيمشوا مع نفسهم من غير فولو اب مع حد تريند، فبيبقى مع نفسه لما يجي يقلب ولو ان هم بيحاولوا ان هم يقلبوا بالتدريج من الكيتو للفيري لو للكارب لو كارب دايت وهكذا، بالتالي افويد ان هو يدخل في قصه الريفيدنج سيندروم. في عيانين بيجي لهم كاردياك اريثمياس فعلا، في عيانين بييجوا فاتيجد وفراستريتد، وفي عيانين ما بينفعش معاهم سبحان الله، مع ان بيبقى البيشنت يقول لك ان هو لوزينج ويت كويس جدا وفيلينج انرجيتك، وفي بعضهم بيقولوا كده وفي بعضهم الحقيقه يعني طالما انها لسه ما اتحطتش في الجايد لاينز بتاعت المانجمنت اوف اوبيسيتي سو اي دونت ريكومند ات از ا مانجمنت ستيل، اعتقد ان انا اعتبرها اندر ريسيرش. يعني احنا كمان احب اضيف نقطه لكلام سعادتك، ان احنا في السي كي دي علشان بقى في تندنسي الاسيدوزس احنا بقى خايفين منها جدا، فانا اخاف فانا بعمل انا انصح المريض بتاعي بمودريشن الكربوهيدرات من الهاي كواليتي كربوهيدرات الغنيه بالفايبرز ولكن النو او الفيري لو كارب انا اجنس تماما. يعني انت لما تدي 5% كربوهيدرات و70% فات او لغايه 90 مش ممكن، يعني this is not physiologic. يعني انا احساسي انها something against our يعني against our body، يعني it's not something physiologic. يعني ولو ان في ناس بتبقى so frustrated by yo-yo dieting by losing and gaining weight لدرجة انها مستعدة تعمل اي حاجة، فلو يعني trial for short time ويكون ما هوش عنده اي مشاكل تانية very frequent follow up ولازم يتشاف supplements بتاعته، لان هم طبعا بتلاقي العيان عمال ياخد مغنيسيوم على معرفش ايه بكميات وبياخدوا مغنيسيوم بياخدوا supplements من نفسهم، لان طبعا اعتقدش ان في دكاتره في بتتابع الحالات دي. يعني ان اشكرك يا دكتوره اميمه على التعليق، وانا هدعو الدكتور طارق طنطاوي، احنا السنه تعليق كان من الدكتور سعيد خميس، هختم بالدكتور سعيد
فطور طارق الاول لانه طبق الكيتو دايت وعملت معاه شغل كبير يعني. اتفضل. اه هي لا اتفضل طور طارق. هي بتجيب نتيجه للعيانين بس احنا ما نقدرش نريكومند حاجه اس نوت لسه اس نوت يت ان ذا جايد لاين. انا اجينست ايت في السيكي دي كلمه جمله واحده وانا اجينست ايت في السيكي دي. انت عايز يانج هيلثي person with good flow up عشان تطبق. جميل. دكتور طارق. طبعا النهارده يوم كويس قوي والدكتوره ايمان بذلت مجهود كبير قوي في موضوع في منتهى الاهميه، ولكن هو موضوع من كتر اهميته احنا بنقوله على عجاله مع العلم اللي هو امباكت كبير قوي في الفولو اب بتاعنا. ما اعتقدش ان في نفرولوجي دكتور بيتابع عيان بتاعه والمفروض تقريبا 1/3 من الايفورت اللي بيبذلها تخص النوتريشن. اكشوالي اللي بيحصل غير كده، والنوتريشن اللي احنا بنقول العيان بتاعنا غلط وعلى عجاله. يعني a lot of comments لبعض الدكاتره مثلا ما تاكلش سمك، ما تاكلش، ما تشربش لبن عشان موضوع الفوسفور. ولكن لو احنا طبعا الفوسفورس بيراميدز اللي احنا شفناه والاورجانيك والانورجانيك والديفرنشيشن اللي حضرتك وضحتها ده مهم قوي. ده كونسيرن اعتقد ان احنا نحتاج له جلسات كتير لان له امباكت، وحاجه ببلاش كده في ظل ظروفنا اللي احنا فيها. ما انا برضو مش عايز التكلفه، انا عايز الحاجه اللي تبقى لها امباكت مفيد. ويمكن الكيتو اسيد استاذنك في النقطه دي، ممكن الدكتور كمان الدكتوره ايمان تطرقت لموضوع الاسيد بيز ريجوليشن باي دايت. الوقت بقى معروف ان ده ايكويفالنت للصوديوم بايكارب سبلمنتيشن. فانا ممكن بالدايت ريجيمن في الايرلي ستيجز في سيكي دي امينابيليت الاسيد بيز ان ا فيري نايس واي، ومحتاجش صوديوم، ما محتاجش دواء كمان. فبالتالي ده شيء مهم. كمل يا دكتور طارق. الكيتو الايشو الثاني هو طبعا مكمل لكلام الساده الزملاء، لكن احنا ان اور ديلي براكتس في موضوع في منتهى الخطوره استخدام الكيتو اسيدز فيما يخص ان هي بتعمل امبروفمنت للكيدني فانكشن. احنا بنشوف زملاء بطنه، يورولوجي، كارديولوجي، اندوكرينولوجي بيبرسكرايب الكيتو امينو اسيدز كحاجه تو امبروف الكيدني فانكشن. فواضح ان في كونسبت كمان مفهوم خطا اصلا، مفهوم. يعني حضرتك دلوقتي وضحت جدا وانا عارفها كويس قوي ان 1 تابلت فور كل 5 كيلو جرام هي بتقلل اليوريميك سيمتومز، بتقلل هايبر فلتريشن، لكن ما هيش حاجه كلو ان انا اعمل امبروف للكيدني فانكشن. اكشوالي مع البرير بتاع الكامبانيز مع الحاجات الاخرى في a lot of colleagues بيتكتب الكيتو امينو اسيدز كحاجه ان هي بتحسن وظائف الكلى. طبعا از نفرولوجي احنا كلنا في عياداتنا من اكتر من 30 سنه الكلام اللي بيتقال هو فين علاج الكلى، مش كده ولا انا غلطان؟ تمام. ده جزء منها. اعتقد الكيتو امينو اسيدز الرول بتاعها معروف، ايذر ان البيشنت انا بمينيمايز اليوريميك سيمتومز او بريدج برايلو ترانسبلانتيشن اوكي، لكن تو امبروف الكيدني فانكشن ده ايشو طبعا واضح لنا ومعروف. لكن اذا كنا احنا كنفرولوجي ما عندناش يونيفاي في اتخاذ القرار، ما بالنا بقى الناس اللي هم اقل او في البرانشات الاخرى المختلفه والوت اوف ابيوز. احنا بنشوفها كل يوم، واحد داخل يعمل كوروناري انجيو الكارتين بتاعه 2.5، طب هكتب لك علاج يحسن الكلى كيتو امينو اسيدز 1 تابلت توايس ديلي وهكذا وهكذا. فده كونسيرن مهم قوي لازم احنا نتفق عليه ونبقى الكلام بوضوح شديد، مش حاجه للامبروفمنت. اصل احنا عندنا صمغه عربي واحنا عندنا الشعير وعندنا حاجات كتير، يعني ده اكشوالي في الممارسه اللي احنا ما هو عشان كده بيجي اهميتها دكتور طارق ان يبقى في علم التغذيه على علم وعلى اسس. يعني انا سعيد جدا دكتوره ايمان بتدرس او مشتركه في التدريس في جامعه عين شمس في التغذيه بجانب ان هي استاذه كلى، لانه كثير من الممارسات والناس اللي بتسوق لافكار دي بطريقه غير علميه على الاطلاق، ولازم نحطه في الاعتبار ان الدايت ريجيم. لكن هو الشائع يا دكتور حسين، ما هو ده الشائع، ما هو احنا عشان كده محتاجين فيردر يعني استرس على قيمه التغذيه والتدريب عليها بشكل افضل. هو هياخد السلايدز بتاع الدكتوره ايمان ان مفيش مانع لاستخدامه وان حصل كذا وهيستخدمها بعد كده ان دي بتحسن وده بيمبروف وهكذا. لا هو في ستادي كانت نشرت راندومايز كنترول ستادي على الافكت اوف كيتو اسيدز على كيدني فانكشن وطلعت فعلا ان في سيجنيفيكانت امبروفمنت، لكن ده مينيمال
ومحتاج انفايرمنت الاستادي عدد قليل والامبروفمنت حاجه يعني انفايرمنت بتاع والانفايرمنت بتاع ريسيرش غير ما يعني عمرنا ما نحقق في ريال لايف ان انا اجيب العيان يبقى متبع باخصائي تغذيه وانه يحسب له الكميه وكل 5 كيلو كبسوله او تابلت وامشي ما حدش بيعمل هذا الكلام في ريال لايف والمارجن طالع ستاتستيكال سيجنيفيكانت كيرف لكن اوف كلينيكالي نو فاليو بالنسبه لي. عشان كده جمله واحده اي ام اجينست الكيتو سبلمنتيشن للعيان بتوعنا. دكتور ايمان معاك يا دكتور حسين ان انا فعلا برضو اي ام اجينست الكيتو اسيد يوز از ا سبلمنت فور ذيس بيشنت اكشوالي بس طبعا اي كانوت اجنور جايد لاينز من ناشونال كيدني فاونديشن طالعه في 2019 يعني اي جاست تراي تو جو ثرو ذا بيبر اند اي فاوند اتس نوت ا باورفول ايفيدنس اند هم نفسهم بيقولوا ان 2 استادي من الجداد قالت ان في بوزيتيف ايفكت لكن القدام قالين ان مفيش ايفكت وواحده بس قالت ان في ايفكت معرفش ليه كان في يعني رش ان هم يحطوها لانه 2019 شهدت تو ميتا اناليس ايوه ما هم التو ميتا اناليس دول طلعوا بوزيتيف ايفكت للكيتو سبلمنتيشن التو ميتا اناليس فيهم ضعف شديد جدا لان زي ما احنا اتعلمنا في الريسيرش ميثودولوجي انه الميتا اناليسس از ديبندنت على الكومبوننتس بتاعتها فكان الكومبوننتس اللي اعتمدت على الميتا اناليسس ستادز ضعيفه فبالتالي احنا لغايه اللحظه دي كناس بنمارس تخصص الكلى بنتحفظ على الكيتو سبلمنتيشن ايذر ان هو بديل البروتين او ان هو يبقى كومبايند في الكير لان انا ادي كيتو بغالي كيتو سبلمنتس وفي نفس الوقت لا بعمل كالسيوم ولا فوسفور ولا بعمل تحاليل ولا ولا بقيس ضغط ده كلام يعني كلام صعب جدا انا معلش قبل الدكتور سعيد ما يسال الدكتور ابراهيم السيد رفع ايده فهديله سؤال سريع الدكتور ابراهيم اتفضل شكرا لحضرتك يا فندم طبعا يعني شرفنا ان انا من تلامذة الدكتور امام والدكتور مجدي اتفضل عندي والله سؤال بس وكومنت بسيط في اول المحاضره حضرتك قلت بدايه من 2017 الدكسا سكان استخدموه كدياجنوزس الاوستوبروزس في السي كي دي فهل معنى الكلام ده ان انا باستخدام الدكسا فقط ممكن ان انا ادي بيسفوسفونيت في الناس اللي هم السي كي دي الكومنت اللي عنده والله النقطه دي يا دكتور ابراهيم اسمعنا يا دكتور ابراهيم النقطه دي مش هنجاوب عليها النهارده رغم ان الدكتوره ايمان ادت محاضره عظيمه في معانا في السي كي دي شابتر على الاوستيبروز والمانجمنت وجابت الجوريزم للبيسفوسفونيت وكانوا سباقين في عين شمس انه نشروا الابستراكت وكانت جميله جدا لكن هنقفل النقطه دي لان الدكتور عمرو الحسيني هيناقشها ان شاء الله في الويبينار بتاع الاستروفي وبره شويه التغذيه اللي كنا بنتكلم فيها النهارده سؤالك الاخير لا هو كومنت يا فندم بالنسبه اللي هو الكيتوجينيك دايت كان استخدموه في الناس اللي هم عندهم جلوكوز ترانسبورتر ديفيشنسي سندروم فلقوا في دراماتيك افكت على اساس ان هم ما عندهمش يوتيلايزيشن للجلوكوز يعني هو عنده انتراكتبل اوبيليسي عنده كل نيورولوجيك ديس اوردرز بسبب ان هو ما بيعملش يوتيلايزيشن للجلوكوز يا دكتور رغم ما قالت بوضوح يمكن الانديكيشن القوي اللي هو الناس الابليبتيك ماشي موافق على الكلام ده الحاجه الثانيه عشان اعمله عاوز بريكويزيتس البريكويزيتس واحد يبقى ميتابوليك بروفايل بالانسد ما جيش لواحد سي كي دي وعنده سستابيليتي الاسيدوزس واقول له انت نو كارب ماهوش هيبقى توريتنج وهيبقى ومازال ابيك ديبيت حتى في الليتريتشر بتاعت النفرولوجي هتلاقي ناس بتقول يس وناس بتقول نو بس انا من الناس اللي بقول بيج نو فور كيتو دايت ان كورونيك كيدني ديزيز بيشنت واذا كان ده بيج نو في السي كي دي فملعون في الدالس ترى ايمان انا طبعا موافقه مع حضرتك طبعا الكيتوجينيك دايت اللي هي بتعتمد على ان يبقى عنده يعني طبعا فاتس اكتر من 70% البروتينز بتبقى في الرينج بتاع الريكويرمنت العادي اللي هو تقريبا في حدود ال 20% وبيقلل قوي الكربوهيدرات يمكن اقل من في بعض الحاجات بتبقى 10% وفي حاجات بتبقى 5% اعتقد دي يعني فيري ريسكي بالنسبه لعيانين السي كي دي على كل الستيجز بتاعتهم لاننا طبعا ده هو بيبقى فيه some sort of starvation ketosis الستارفيشن كيتوزز هيبقى معاها ميتابوليك اسيدوزز وبالتالي يعني بيبقى طبعا ده بيأد مور
for the problem for this patient اللي هم يبقى عندهم metabolic acidosis. إلى جانب إن أنا العينين دول أنا برستركت البروتين وجزء من إن أنا أزود له الإنرجي بالنسبة له هو بتبقى جزء من الكارب. هي أنا I agree مع دكتور حسين إن الكارب اللي أنا بستخدمها هي الكومبلكس كارب مش السيمبل كارب. بمعنى إن أنا مفيش جاي أنا إحنا اتفقنا على بيقولوا عليهم الأبيضين أو السمين اللي هم السكر والملح. مفيش جاي إن أنا استخدم حاجات فيها سكريات اللي هي السيمبل شوجر، لا أنا هستخدم الكومبلكس كربوهيدرات زي الستارش زي يعني الحاجات دي بتاخد وقت في الأبزوربشن وبقى فيها فايبرز وبالتالي بتبقى بنفيشيال. بالنسبة فعلا للسي كي دي it's difficult أو it's hazards ان انا استخدم الكيتوجينيك دايت، لكن هي بتفرق مع بعض الناس اللي هم الناس اللي عندهم جلوكوز انتوليرانس، الناس اللي عندهم مالجنسي، الناس اللي عندهم ابيليبسي. في بعض الناس فرقت معاهم الكيتو دايت بالنسبه للويت ريدكشن بالنسبه لهم، لكن اي ثينك اي عيان زي عيان سي كي دي او كده اتس ديفيكلت ان انا استخدمه. اي اجري وذ يو 100%. شكرا يا باشا دكتور سعيد خميس، لانه طبعا دكتور سعيد معانا من الاول وعاوز ارحب بحضرتك دكتور سعيد. اهلا بيك دكتور سعيد، وحشنا. اتفضل. ازيك حضرتك دكتور سعيد، اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه، الله يخليك. الله يسلمك، ربنا يكرمك. الاول طبعا انا متشكر جدا على المحاضره الرائعه لحضرتك كالعاده يعني، وحشانا كتير لان بقالي فتره ما سمعناش حضرتك. ربنا يكرمك. ونمره 2 اعتقد الصوره بتاع اللي عرضها دكتور حسين دي كانت في كيكنهوف في هولندا صح؟ صورة دي كانت في هولندا. كيكن هوف يعني كيكن بالهولندي يعني كيتشن بمناسبة التغذية يعني وبتاع. المهم بالنسبة حضرتك أنا ليا تعليق بس وسؤال. التعليق حضرتك دايما المحاضرات النيوتريشن أو الأدفايز بتاع النيوتريشن بتبقى حاجة جميلة وكلنا بنستفيد منها وبتعمل ريفريشمنت وبرين ستورمنج لينا، بس نفسي نهبط على أرض الواقع في الوحدات بتاعتنا سواء وحدات الكلى او وحدات الغسيل او whatever. نمره 1 طول ما فيش سي بي ام سكور بنعمله مانثلي وكي او كي بي اي او whatever بنعمل اسسمنت اللي فيها جزء النيوتريشن منها كجزء منها وبناخد اكشن بلان على ضوء هذا، يبقى احنا بنتكلم في جزء بعيد عن الارض الواقع. نمره 2 طول ما فيش ما يسمى دايتيشن خاص بوحدات الكلى في كل المستشفيات يبقى احنا برضو بنتكلم في مكان بعيد عن الواقع اللي هو الملموس لينا كلنا في الحياة. نمرة 3 ودي الأخيرة اللي هي جزئية الكيتو أسيدز. أنا يعني في غاية الانبساط النهاردة على جرأة حضراتكم بالقول القاطع إن ملهاش أي قيمة. المشكلة إن في، أنا آسف إن أنا أقول، آسف مليون مرة، أساتذة كتير وزملاء كتير بيكتبوها بقوة عشان الكروز اللي بتطلع برا والأوروبا وطلع. خليك يا دكتور سعيد. ده حقيقة. خليك في الكور. أنت ماشي كويس. أنت ماشي كويس. أنت ماشي كويس. كنت ماشي كويس. ما هو بياخدها الجينيور بيبص بيلاقي روشتة الأستاذ فلان كاتب. بص يا دكتور سعيد، الكيتو ممكن تبقى حاجة كويسة جدا للبيشنت أو للشخص اللي يناسبه الكيتو دايت، لكن احنا بنقول الكيتو للكرونيك كيدني ديزيز، نو فور كيتو لغايه ما لغايه شعار اخر. انا بتكلم على الكيتو اسيد. طب خلاص ماشي. الكيتو اسيد انا بتكلم على الكيتو اسيد برضه لو هنستخدمها استخدامها، لانه ما حدش ينكر زي ما الدكتوره ايمان قالت ان لازم الجرعه تبقى عاليه جدا ومحدش ان ابليكابل ان ابليكابل ان ابليكابل. ايوه. وبعدين عشان تكومباين الجرعه دي انت محتاج العين يمشي على فيري لو بروتين دايت بلس كيتو سبلمنتيشن بصفيش. ده اللي عجبني كمان اكتر في محاضره النهارده، ان فرانكلي انت قلته ملهاش قيمه ودي الواقع والحقيقه ماشي. الا بتحفظات معينه. السؤال بقى الاخير بالنسبه لحضرتك دكتور ايمان، بالنسبه للنيوسبريسيف ميديكيشن وعلاقتها بالديفرنت كاتيجوريز من الدايت سواء بروتين كربوهيدرات او وات ايفر او فات والتيمبرال ريليشن يعني التوقيت طبعا معظمنا عارفه، بس يعني بتكلم على هل بيفرق البروتين بيفرق الكربوهيدرات مع الديفرنت تايب اوف اميونوسبريشن. شكرا جزيلا. يعني I think I cannot understand different type of immunosuppression وعلاقتها بالدايت. الدكتور اسامه جابر في امريكا عمل شغل كويس قوي في الاميون نيوتريشن. يعني الاميون نيوتريشن يعني ايه؟ انا ممكن اوجه الاميونيتي بان انا اتعامل مع النيوتريشن. ويمكن انا عرضت في الايمون سبريشن الاكسبيرمنتال انيمال موديل ان هو هاي فايبر ممكن اندوس تولرنس. هو هناك بيشتغل بيحسبوا الكومبوزيشن بتاع الاكل
ويوجهوه بحيث يعمل ابجريد للتيريجولاتري سيلز ويقلل الريجكشن. لكن الاجابه السهله بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك، انا طبعا لو عندي ترانسبلانت اوبيس هيبقى ليا سكه في المانجمنت، ترانسبلانت هايبر جلايسيميك هيبقى برضو القصه، الدايت ريجيمن لكل ايتم، ويمكن كان الدكتور طارق مدحت ادى محاضره في الترانسبلانت شابتر على الدايت ريكومنديشنز في ترانسبلانت بيشنتس، يبقى فيها دايمنشنز كتيره يا دكتور سعيد، يبقى في دايمنشن انا ممكن استخدمها كتخدم على ترانسبلانتيشن بروسيس والاميون تيبنج توارد التوليرانس واوي فروم ريجكشن، وفيه الدايت ادفايس اللي تناسب حاله الترانسبلانت اللي هو بني ادم في الاخر زي اي بني ادم له ميتابوليك بروفايل وكومبوزيشن وحاجات زي كده، فدي بتبقى محتاجه فعلا سيشن لوحدها. تمام، شكرا دكتور حسين، وشكرا مره ثانيه دكتور ايمان، وشكرا للاساتذه جميعا والله. الدكتوره غدا القنيشي عملت حاجه كويسه جدا في وحده الكلى في المنصوره، ان هي عملت ابجريد للسيرفيس، انه بدا القصه واحده يعني مسجله درجه الدكتوراه في النيوتريشن في الرساله الدكتوراه كلى في النيوتريشن بحيث تحسن القصه دي. وانا بتهيالي ان احنا ممكن نتعاون مع دكتوره ايمان، انا ما اعرفش عندكم في عين شمس عياده في الكلى للتغذيه العلاجيه للمرضى ولا ما فيش عياده متخصصه في الكلى؟ الحقيقه احنا طبعا في اسم مفروض كلينيكال نيوتريشن، سعيد اللي قامت بتاسيسه هي الدكتوره رندا ريدا، وهي اصلا كلينيكال باثولوجي. طبعا هي اصطحبت وياها مجموعه كبيره من امراض الباطنه، كل واحد بيدي في تخصصه النيوتريشن الخاصه بالسيستم بتاعه. يعني انا بدرس النيوتريشن في الكيدني ديزيز، زمايلنا بيدرسوا بالنسبه لل، لكن ما فيش عياده تخصصيه في عين شمس. لا في دلوقتي، لان حتى احنا ما بنروح السعوديه لوكم وكلام زي كده، انا بعد ما بشوف العيان بقول له روح لاخصائي الحميه اللي هو التغذيه، فالمفروض يبقى ده كومبلمنتري، يعني اذا كان حتى دايتيشن او يبقى في عياده اسمها عياده التغذيه الاكلينيكيه في النيفرولوجي موجوده في السعوديه. موجوده حضرتك دلوقتي والله يا دكتور حسين. دكتوره غاده رايك ايه في القصه ديت؟ وديت قصه يعني انا بس هكمل يا دكتور حسين. اتفضل. عياده الكلينيكال نيوتريشن دلوقتي موجوده بس في عين شمس تخصصي للكلى. للكلى لا موجوده النيوتريشنال موجودة بالنسبة لعين شمس التخصصي، بس حقيقي احنا لسه يدوبك اول دفعة تخرجت كانت بالضبط من سنة، يعني بعد 3 سنين من اللي هم بتوع الماستر دول، هيبقى عندي بس مجرد ان يبقى عندي مجموعة من الناس نبتدي نعمل لهم يعني يوتيلايزيشن، ان هو يبتدي يتحط بقى في كلينيكال نيوتريشن. هو دلوقتي كل اللي موجود النمبر بتاع البرسونال اللي موجودين عددهم قليل، وبالتالي لو في كلينيكال نيوتريشن بالنسبه للكيدني ديزيز محتاجه مثلا انا اخدها، لا هي يمكن البلان اللي في الفتره الجايه دي ان انا يبقى عندي ريكروت بعض الاستاف معايا في من اسم الكلى في التدريس بتاع الكلينيكال نيوتريشن بالنسبه للكيدني، وبالتالي يبقى في جروب اصلا مسؤول عن الجزء ده بيرفع الاويرنس، وبعدين يبتدي الخطوه اللي بعديها، ودي اللي فعلا بدات الدكتوره رندا تعملها، انها تعمل عيادات كلينيكال نيوتريشن. انا بس دي القصه دي تخصصي لكن لسه مش في انا اقول لحضرتك انا مؤمن بها ليه، لانه سنه 93 اما بدات نيابتي الدكتور صبحي في 94 ادالي رساله في كيتيا على في وتاثير الدياليسيس اديكوسي والنيوتريشنال ستيس اوف ذا بيشنت على الدياليسيس على الاوت كوم بتاع البيشنت. فمن اللحظه دي بدات اتعلم ان في اندر نيوتريشن ومال نيوتريشن، ويعني ايه كاتابوليك ريت، ويعني الكلام ده كله في الدياليسيس بيشنت، وهاو تو سبلمنت. فقصة فعلا في غاية الأهمية. دكتورة غادة وبعدين دكتور مجدي، طبعا هو الكوتشير هيعلق في الآخر بقى. دكتورة غادة تفضل. شكرا دكتور حسين. أولا يعني شكر تاني دكتورة إيمان الحقيقة على جانب المجهود الرهيب في المحاضرة حقيقة لمت أجزاء كثيرة جدا من الرينا نيوتريشن. أنا بشكر حضرتك شكر جزيل جدا لأن حضرتك بتديني شكرا جزيلا دكتورة غادة. يعني الصوت مش واضح دكتوره غاده شويه. انا بالنسبه لي يعني بناخد خطوه اولى ان احنا الصوت بتاع الدكتوره غاده بيروح ويجي، بس انا بيروح ويجي ان احنا ناخد الاوبورتونيتي نتعاون مع حضرتك ونتناقش في القصه دي اوبتمايز السيرفيس. اتفضلي دكتوره غاده سامعك حضرتك كده. ثمانية هو بالضبط اللي حضرتك بتقوله ده اللي انا نفسي اوصل له، ان احنا يعني جامعه عين شمس كانت سباقه بخطوات كتيره في الموضوع ده،
ان احنا ان شاء الله يكون في تعاون مثمر بين الجامعتين في موضوع كلينيكال نيوتريشن بالذات في عيانين الرنين. جميل. حتى سمعني؟ اه سامع كويس. وانا بنادي واحنا فعلا المفروض نتعاون كلنا في هذا الشان بالاستابليشمنت لدور الكلينيكال نيوتريشن. زي ما بقى في كلينيكال فارماسي موجود يبقى في كلينيكال نيوتريشنست موجود يساعدنا في الايه في العلاج المرضى. دكتور مجدي شرقاوي اتفضل. اعمل لك اميوت لحظه يا باشا. طبعا انا برضو يعني في الاخر بشكر كل المشاركين الدكتور سعيد والدكتوره غاده وكل اللي اشترك في المناقشه فيري فروتفول. وطبعا الدكتوره ايمان هي اللي عملت البرين ستورمنج ده في النيوتريشن. والدكتوره حسين مشكورا. بس انا ليا برضو في الاخر كومنت على عياده النيوتريشن. احنا وي هاف تو ترين دايتيشنز صح مش فيزيشنز صح. لان احنا وي دونت هاف ذا تايم وي دونت هاف ذا ايفورت وكانوت كوميونيكيت مع العيانين زي ما هم هيقدروا يكوميونيكيت لما نقول لهم بارسلي ونقول لهم ليتوس ونقول لهم مش هيفهموا. لكن الدايتيشن هيبقى ويل تريند. يبقى احنا دورنا كدكاتره كلى ونيوتريشن وموافق الدكتوره غاده تماما على اللي قالته والدكتوره ايمان ان احنا نشجع الرينال نيوتريشن بس وي هاف تو ترين ذا دايتيشن. وكل واحد يبقى عارف الدور بتاع دكتور مجدي. هي المشكله انه ساعات بيتغول او يتوغل واحد على واحد. فانا ما بعرف دوري وحاطط انا البرنسبلز لان انا ممكن اقول عاوز فوسفور قليل بس عاوز بروتين كتير عاوز كذا. انا مش عارف افصل الاكل لكن هو ممكن يساعدني في القصه دي. فبالتالي كل واحد يبقى عارف حدوده واحنا ما نتعاون مع بعض. يعني كلمه كولابوريشن كولابوريشن معناها التعاون والثانيه معناها كل واحد بيخبط. فلو احنا كولابوريتد ويل على ساينتفك باك جراوند ده هيخدم على عيان كتير جدا. بالظبط متفقين تماما يا باشا. انا بشكرك وبشكر دكتورة طبعا ايمان سرحان. سعيد جدا بوجود حضرتك النهارده ورجوعك لنا بالسلامه. واعتقد ان كانت جلسه موفقه جدا وان شاء الله. وبشكر طبعا كل الحضور. وانا بتهيألي اول مره معانا 12 استاذ من 6 جامعات. فده يعني معناه ان المحبين بتوع الدكتورة ايمان من كل مكان يعني. وطبعا غير الحضور من مصر والدول العربيه. بشكر كل الحضور الكريم. بشكر حضرتك تاني وثالث ورابع. وان شاء الله الفيديو هيترفع ان شاء يعني بعد ساعه او ساعه ونص هيبقى موجود على اليوتيوب. بشكركم ونلقاكم على خير ان شاء الله يوم الاثنين مع دكتوره وسام في حلقه مهمه قوي في الترانسبلانت باثولوجي على الانتي بودي ميت ريجكشن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الف سلامه يا دكتور. السلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامه.